النهارده هنتكلم على الليبر، اول محاضره لينا في الهورمون ليبر، وتبقى طبعا لازم تبقى عن الاناتومي اوف ذا فيميل فالفس والاناتومي اوف ذا فيتال سكال، وكمان هنقول شويه ترمينولوجيز عشان بعد كده لما نسمع حاجات في النورمال ليبر نبقى فاهمين. اول حاجه هنبتدي بيها الاناتومي اوف ذا فيميل فالفس. طبعا فيميل فالفس يعني فيميل فالفس يعني قصدنا الفيميل بوني فالفس. طب وايه اهميه ان انا اعرف الدايمنشنز اوف ذا فيميل بوني فالفس؟ عشان اعرف اذا كان يعني الدايمنشنز بتاعته دي نورمال، يعني اكوردنج للنورمال ستاندردز، فبالتالي اي بيبي نورمال يقدر ان هو يعدي منها، ولا الدايمنشنز دي اب نورمال، فبالتالي اي بيبي نورمال دايمنشنز مش هيقدر يعدي منها. قبل ما نبتدي نتكلم على الدايمنشنز، مهم ان احنا نعرف ايه هما الاناتومي اوف ذا فيميل بوني بالبس. في عندنا من فوق انلت وتحت اوتلت، يعني المدخل بتاع الفالفس من فوق والمخرج بتاع الفالفس من تحت. ايه المدخل بتاع الفالفس او البوني بالبس ده؟ فوق هتلاقوا في حاجه اسمها فولس كافيتي. كل ده بالفيك كافيتي، كل اللي جوه ده اتس بالفيك كافيتي اللي هو اللي هيعدي جواه البيبي. اه بس في عندنا حته واسعه اللي هي بتوين الايله اوف الايليا كراست، ودي حته واسعه جدا، فبالتالي مفيش بيبي ممكن يبقى بالدايمنشنز دي، فدي ما تهمناش او اوف نو اوبستريك امبورتنس. ليه؟ لان هو مفيش بيبي هيتزنق هنا، هي هتبقى المشكله عندنا من اول الانلت اوف ذا ترو بلفس، يعني اللي فوق ده بنسميه فولس بلفس، واللي تحت ده هو الترو بلفس. وليه سمينا كده فولس بلفس؟ لانه ايه ذا بلفس، يعني انا مش ممكن الحته دي هقول عليها بلفس برده، بس بالنسبه لي كاوبستريك مش هتشكل لي اي مشكله، فعشان كده بنسميها فولس بلفس. لكن الترو بلفس اللي هو ممكن فعلا يشكل لي مشكله هو بدايه من الانلت اللي هو المدخل بتاع البلفس، مدخل الفالفس كويس لحد الفالفيك كافيتي والمخرج، هو ده الحته اللي ممكن يتزنق فيها البيبي او ما يخرجش لو الدايمنشنز كان فيها شويه اختلاف. فاللي هنتكلم عليه اللي هو الانلت، لو نقول الانلت يعني الانلت اوف ذا ترو فالفس، الانلت اوف ذا ترو فالفس، والاوتلت برده الاوتلت اوف ذا ترو فالفس. طيب الانلت اوف ذا ترو فالفس ايه هو؟ لما نيجي نتكلم دايما في الاوبستريكس يا دكاتره بنبتدي من بوستيريور تو انتيريور. بوستيريور او انتيريور مش ريليتد للدكتور اللي بيشرح، ريليتد للام، لان هو دي الام هي الريفرنس بتاعنا، فبوستيريور او انتيريور ريليتد للام. فلما نشوف الباوندريز بتاعه الانلت نبتدي من بوستيريور تو انتيريور، ايه هو ده؟ سيكرال. انهي حته في السيكرال؟ سيكرال برومونتري. طب وبعد سيكرال برومونتري في حته برضه ريليتد للسيكرال اسمها ايه؟ ايه لا سيكرم. وبعدين في جوينت هنا بين السيكرم وبين الايلياك بون اسمها ايه؟ سيكرو ايلياك جوينت. وبعدين في على الايلياك بون في لاين اسمه ايه؟ اليوبيكتينيال لاين. اليوبيكتينيال لاين. يبقى احنا عندنا من بوستيريور للانتيريور لحد دلوقتي السيكرال برومونتري، وبعدين سيكرال برومونتري، وبعدين بعد كده الايلا اوف ذا سيكرم، وبعدين عندنا السيكرو ايلياك جوينت والاليوبيكتينيال لاين. على الاليوبيكتينيال لاين في حته اسمها امينس، في حته كده بارزه سنه صغيره اسمها امينس. طب وايه اهميتها؟ اهميتها ان هذا البروز هيعمل لي ايه في الدايمنشن بتاعه البلفيك انلت؟ يقلله شويه، يقلله شويه، حتى لو مليمترز، احنا بنتكلم في المليمترز دي، احنا كل ملي بيفرق معانا اذا كان ينفع انها تولد نورمال فاجينال ديليفري ولا لا. فبالتالي على الاليوبيكتينيال لاين ده في حته اسمها اليوبيكتينيال امينس. طب وبعدين بعد كده عندنا ايه ده؟ انهي بون دي؟ الكيوبيك بون بالظبط كده، فا ابر بوردر اوف ذا سوبيريور تيوب تريمس، وبعدين في جوينت قدام اسمها اي دي سيمفيز تيوب بالظبط كده. فاحنا لو قلنا الباوندريز اوف ذا بلفيك انلت من بوستيريور تو انتيريور، يبقى احنا عندنا ايه هنا؟ سيكرال برومونتري، وبعدين ايه لو في سيكرم، وبعدين سيكرو ايليك جوينت، وبعدين اليوبيكتينيال لاين اللي هو عليه اليوبيكتينيال امينس، وبعدين ابر بوردر اوف سوبيريور تيوبيك تريمس، وبعدين السينثيسيس بيوز بالظبط كده. فهي دي الباوندريز بتاعتنا بتاعه الفيميل بلفيك انلت. تاني ايه هو ده؟ ده سيكرال برومونتري، وبعد كده ايه لو في سيكرم، وبعدين سيكرو ايليك جوينت، وبعد كده اليوبيكتينيال لاين، وعليه اليوبيكتينيال امينس، وبعدين ابر بوردر اوف سوبيريور كيوبيك تريمس، ده سوبيريور كيوبيك تريمس، وبعدين السينثيسيس بيوز. طيب نيجي بعد كده نقول الناحيه دي اخر مره الباوندريز بتاعه الفيميل انلت. مين ده يا دكاتره؟ سيكرال برومونتري، ايلا اوف ذا سيكرم، سيكرو ايليك جوينت، اليوبيكتينيال لاين، عليه اليوبيكتينيال امينس، الكيوبيك بون، الابر بوردر اوف كيوبيك بون، و السيمفيزيس بيوز. فهو ده الباوندريز، هي دي الباوندريز اوف ذا فيميل انلت، هو ده الباوندريز اوف ذا فيميل انلت.
طب احنا عايزين نعرف الانتروبوستيرير دايمتر بتاعها والترانسفيرس دايمتر بتاع القله. الانتروبوستيرير دايمتر، انتروبوستيرير دايمتر اللي هو من اللي فين الانتروبوستيرير؟ السيمفيسس. لا ما تقوليش من السيمفيسس ليه؟ طب ما هي لا احنا بنبتدي منين؟ من بوستيرير تو انتير. ده لازم، ده لازم، ده اساسي اساسي في كل الاوبستاتكس. مش هي انا عارفه ان هو انتروبوستيرير ما عادي ما اقدمه من قدام ولا من ورا، لكن لازم اتعود على حاجه معينه اللي هي الادق، عشان بعد كده لما نيجي نتكلم على دينوميتورز وبوزيشن وكده تبقى انت عارف انت دايما بتبتدي منين. فلازم تبتدي من بوستيرير تو انتير. يبقى كده الانتروبوستيرير دايمتر، بالرغم ان انتوا انتروبوستيرير دايمتر مش هقول لك بوستيرير انتيرير دايمتر، هقول لك انتروبوستيرير دايمتر، بس انت لازم تقوله لي اللي هو منين لفين الانتروبوستيرير دايمتر ده. من التيب اوف ذا برومونتري او سنتر اوف ذا برومونتري، لان الانتروبوستيرير طبعا البرومونتري ده كبير، اخد الحته اللاترال ولا الحته السنترال ولا الحته اللي فين؟ طب يبقى هو من السنتر، من السنتر اوف البرومونتري، السنتر اوف ذا برومونتري لحد فين؟ الابر بوردر اوف ذا سيمفيسس تيوبس. بالظبط كده، ده الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا انلت، الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا انلت اللي هو من السنتر اوف ذا سيكرال برومونتري، من نص التيب بتاع ذا سيكرال برومونتري لحد الابر بوردر اوف ذا سيمفيسس تيوبس، هو ده الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا انلت. وهذا الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا انلت از 11 سم. مفيش رقم من اللي هنقوله النهارده ما يتحفظ، مفيش رقم من اللي هنقوله النهارده ما يتحفظ. طب ايه اللي نحفظه؟ لا كله يتحفظ، معلش هي دي المحاضره الوحيده اللي في كل النساء والولاده اللي كل الارقام دي لازم تتحفظ. وانت تتصرف بقى تحفظها ازاي، ترسمها تعلقها قدامك زي ما انت عايز، بس الارقام دي كلها اللي مكتوبه على البورد لازم تتحفظ. يبقى كده عندنا الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا انلت اللي هو 11 سم من التيب اوف ذا سيكرال برومونتري لحد الابر بوردر اوف سيمفيسس بيوبس، ده اسمه انتروبوستيرير دايمتر اوف ذا انلت وده يساوي 11 سم. طب الترانسفيرس دايمتر تتخيلوا ان هو هيكون منين لفين؟ الترانسفيرس دايمتر هيبقى بوينت على الاليوبكتينيال لاين او بتوين التو اليوبكتينيال الامنس. هي مشكله بس التو اليوبكتينيال الامنس لو انا وصلتهم ببعض مش هلاقيه بالظبط في السنتر، يعني مش هتلاقي ترانسفيرس في السنتر، فعشان كده هيبقى عندك الاوبستريك ترانسفيرس. هو الاوبستريك ترانسفيرس تتخيله ان هو اللي هيكون بالظبط في السنتر من الاليوبكتينيال لاين ده للنص الاليوبكتينيال لاين ده، ولا من الاليوبكتينيال امنس للاليوبكتينيال امنس؟ من الاليوبكتينيال امنس. ليه قلنا الاوبستريك من الاليوبكتينيال امنس؟ ده اللي يهمنا في الاوبستريك، ده اللي يهمنا، وده اللي هيبقى اضيق شويه من الترانسفيرس العادي. فالتاني اسمه اناتوميكال ترانسفيرس كويس، وفي عندنا الاوبستريك ترانسفيرس. طبعا الاوبستريك ترانسفيرس هو اللي يهمنا اكتر. اوكي الترانسفيرس دايمتر يا دكاتره، الترانسفيرس دايمتر اللي هو الاناتوميكال، الاناتوميكال ترانسفيرس دايمتر ده 13 سم. طيب يبقى كده الاوبستريك ترانسفيرس هيبقى اقل منه شويه ولا اكتر منه شويه؟ اقل منه شويه، بس كده. ايوه اقل منه شويه، يعني 12 ونص. انا خلاص مش عايزين، مش مهم نعرف، المهم ان احنا عرفنا ان الانتروبوستيرير دايمتر ده 11 والترانسفيرس دايمتر بتاعنا ده 13 سم. فكده الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا انلت اللي هو من السيكرال برومونتري، تيب اوف السيكرال برومونتري سنتر بتاعه للابر بوردر اوف سيمفيسس بيوبس ده 11 سم، والترانسفيرس دايمتر اللي هو بتوين التو لاينز، سوري اللاين بتوين ذا تو بوينتس اوف ذا ميد اليوبكتينيل لاينز ده اللي هو الترانسفيرس دايمتر اللي بيساوي 13 سم. طب ده الانلت 11 في 13. نيجي نشوف الاوت، نيجي نشوف الاوت. الاوت بتاعنا يا دكاتره اللي هو بتوين ايه وايه؟ يعني انا لو جيت اقول الاوتلت ده انتروبوستيرير دايمتر اوف ذا اوتلت بتوين ايه؟ تيب اوف تيب اوف ذا سيكرام. ليه؟ اللور بوردر اوف سيمفيسس بيوبس هو ده انتروبوستيرير. فالتيب اوف ذا سيكرام ليه؟ اللور بوردر بتاع سيمفيسس بيوبس ده اسمه انتروبوستيرير دايمتر بتاع الاوتلت، الاوتلت المخرج بتاع الفالفس، الاكزيت بتاع الفالفس اللي هو البيبي وهو خارج هيقابل انهي دايمتر؟ هيقابل الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا اوتلت اللي هو مين الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا اوتلت اللي هو من التيب اوف ذا سيكرام لحد اللور بوردر اوف ذا سيمفيسس بيوبس. ده طوله قد ايه؟ 13 سم. ده طوله 13 سم. طيب الترانسفيرس دايمتر اوف ذا اوتلت، الترانسفيرس دايمتر اوف ذا اوتلت بتوين التو اسكال تيوبراستس، حتى بنقول عليه بايل تيوبرز دايمتر لانه بتوين التو اسكال تيوبراستس، بتوين التو اسكال تيوبراستس. الباي تيوبرز دايمتر ده هو الترانسفيرس دايمتر اوف ذا اوتلت وهو بتوين التو اسكال تيوبراستس. ده قد ايه؟ ده 11 سم.
طب ايه ده 11 و13 11 و13 دول نفس بتوع القلت مش كده ولا ايه؟ مش القلت قلنا الانتروبوستيريور دايمتر بتاعنا اللي هو من السكرال برومونتري للسيمفيز بيوبس ابر بوردر وقلنا ان ده كام سنتي انتروبوستيريور اوف ذا قلت 11 وقلنا الترانسفيرس دايمتر بتاع القلت كان كام؟ 13. طب نيجي نشوف الاوتلت بتاعنا فقلنا الاوتلت بتاعنا من التيب اوف ذا سكرال لحد اللور بوردر اوف سيمفيز بيوبس وده كان كام؟ 13 والبايتوبرز دايمتر اللي هو الترانسفيرس كان 11 هم نفسهم هم معكوسين هم معكوسين بالظبط كده 11 في 13 في 11 في 13 الانلت الترانسفيرس هو اللي اكبر هو ال 13 لكن الاوتلت الانتروبوستيريور هو اللي اكبر معنى كده ان البيبي هو نازل لازم ينزل يعني ممكن ينزل باري ستريت ولا لازم ايه لازم يحصل له روتيشن جوه لانه الدايمنشنز بتاعته 11 في 13 هي نفسها اللي تحت بس مختلفة فعشان كده لازم يحصل للبيبي وهو جوه البلفس روتيشن عشان يأكوموديت مع الدايمنشنز اللي هي نفسها بس اختلفت الانتروبوستيرور والترانسفيرس اختلفوا مع بعض فهمنا كده ليه البيبي جوه البلفيك كافيتي لازم يحصل له روتيشن بنقول عليها انترنال روتيشن لان هي انسايد ذا بلفس انا مش شايفاها مش اكسترنال بره انا اشوفها فعشان كده بنسميها انترنال روتيشن فيبقى لازم البيبي يحصل له internal rotation while being inside the pelvic cavity لانه الدايمنشنز اللي هتقابله في الاوتلت هي عكس اللي قابلته في الانلت فعشان كده لازم while inside the pelvic cavity انه يحصل له rotation. طيب تاني هنتكلم على ايه دلوقتي؟ بنتكلم على الاناتومي of the female bony pelvis. قلنا الدايمنشنز عندنا في انلت وفي عندنا اوتلت وفي عندنا cavity اللي هي الكافيتي اللي في النص. تاني نتكلم على الانلت. وقلنا البلفيك انلت عندنا الانتروبوستيريور دايمتر والترانسفيرس دايمتر انتروبوستيريور من التيب اوف ذا سيكرال برومونتري لحد الابر بوردر اوف سيمفيزيس بيوبس ودي كانت 11 سنتي والترانسفيرس دايمتر بتاع الانلت كان 13 سنتي جينا نشوف في الاوتلت فالاوتلت ده من الانتروبوستيريور من اللور بوردر اوف سيكرال حد اللور بوردر اوف سيمفيزيس بيوبس وده كان 13 سنتي في حين ان الترانسفيرس اللي هو البايتوبرز دايمتر اللي بتوين التو اسكال تشبرازتيز وده كان 11 سنتي يعني 13 في 11 وهنا 11 في 13 اكشلي لازم يحصل روتيشن وايل انسايد ذا بلفيك كافيتي. طب نيجي نشوف البلفيك كافيتي هي البلفيك كافيتي دي اللي هي هتبقى فين يا دكاتره؟ بين الانلت والاوتلت بين الانلت والاوتلت يعني لو جينا تقول لي بوستيريور اللي هي باوندد بايه؟ السكرم بس دي كل الكافيتي فانا لو عايزه اخد دايمنشن واحد فبالتالي هختار ايه انهي بوينت على السكرم عشان اقول ان هو ده الانتروبوستيرور بتاع الكافيتي او الترانسفيرس بتاع الكافيتي هناخد التيب طب ما هو مال الانلت يبقى اختلفت ايه الكافيتي عن الانلت مش انت عندك انلت وبعدين كافيتي وبعدين اوتلت مش كده ولا ايه البيبي هيقابل لو هو نازل انلت وبعدين يخش جوه الكافيتي وبعدين يطلع من الاوتلت فبالتالي الكافيتي دي هناخد الدايمنشنز بتاعتها انتروبوستيرور اند ترانسفيرس ايه الباوندريز بتاعتها زي ما قلنا باوندريز بتاعت فوق كويس وقلنا الباوندريز بتاعت تحت انتروبوستيرور وترانسفيرس عايزين نشوف ايه الباوندريز بتاعت الكافيتي سواء انتروبوستيرور او ترانسفيرس ايه الباوندريز بتاعت الكافيتي ايوه نص السنتر بتوين اس 2 اند اس 3 السنتر بتاع السيكرال كويس في السنتر بتاع السيكرال هو ده النص ولحد انتيري اللي تبقى ايه نص الباك بتاع السيمفيزيس بيوبس خلاص من السنتر اوف السيكرال لحد السنتر اوف السيمفيزيس بيوبس ده مين ده اللي هو ايوه يعني انتروبوستيرور والترانسفيرس الانتروبوستيرور انتروبوستيرور من السنتر اوف ذا سيكرال كويس للسنتر اوف ذا باك اوف ذا سيمفيزيس بيوبس ده الانتروبوستيرور دايمتر اوف ذا كافيتي وده 12 ونص سنتي من السنتر اوف ذا انتروبوستيرور دايمتر اوف من center of the sacrum للcenter of the back of the symphysis pubis وده 12.5 سنتي طب الترانسفيرس هيبقى فيه هنا عندنا الجريتر سياتيك نوتش كويس دي جريتر فمن center of the greater sciatic notch الجريتر سياتيك نوتش وهيبقى فيه برضو الاسيتابلم والcenter of the acetabulum فالترانسفيرس دايمتر اللي هو center بتاع الجريتر سياتيك نوتش والcenter بتاع الاسيتابلم ده بالنسبة للترانسفيرس وهو 12.5 سنتي يبقى معنى كده ان الكافيتي دي ايه مدوره على عكس مكان في الانلت الانلت كان ايه كان اوفر لانه 13 في 11 كان اوفر للانلت طيب والاوتلت يعني هو ممكن نقول عليه دايموند لان هو فعلا شكله دايموند كويس لان ده اكنه تريانجل فعلا ودي ايبكس فوق وده عندك تيب عندنا تيب هنا فبرضه ممكن نقول عليه دايموند شيب او لو قلتوا لي اوفل برضه هيبقى ممكن اوفل بس الانتروبوستير بتاعه هو اللي اوسع الانترو لو قلتولي اوفل هيبقى الانتروبوستيريور دايمتر هو اللي اوسع
هنا اللي هو من اللور بوردر اوف سيمسيس بيوبس للور بوردر اوف سيكرم، او انا متاسفه من التيب اوف ذا سيكرم للور بوردر اوف سيمسيس بيوبس، فهو انتروسيكر بتاعنا 13 في 11 اللي هو البالتشوبرز دايمتر. لكن الالف كان ال 11 و 13 بتوعنا مختلفين، اللي هو 11 كان هو اللي قصير وبعدين ال 13 هو الترانسفيرس. لكن الكافيتي كانت ما كانتش اوفر، كانت سيركلر او مدوره، فبالتالي كان الكافيتي ان هي مدوره كانت الدايمنشنز بتاعتها قد ايه؟ 12.5 × 12.5 × 12.5 × 12.5. اسا حته ممكن تقابل البيبي من الارقام اللي احنا قلناها، احنا قلنا فوق اول حاجه اللي هو القلت، ما احنا عندنا قلت وبعدين كافيتي وبعدين اوتلت. اوسع مكان يقابل البيبي، فطبعا كلمه اوسع دي يعني بنكلود انتروبوسيرور مع الترانسفيرس. في هيقابله فوق 11 في 13، هيقابله تحت 11 في 13، هيقابله في الكافيتي 12.5 في 12.5. اوسع منطقه تقابل البيبي هي مين؟ الكافيتي 12.5 في 12.5، لان فوق طب ما 13 اكبر، ايوه بس ال 11 صغير. طيب تحت 13 اكبر بس ال 11 برده صغير، فاوسع منطقه هي ال 12.5 في 12.5 اللي هي الفالفيك كافيتي. اوسع مكان هيقابل البيبي وايل ديسندنج هو الفالفيك كافيتي، عشان كده الفالفيك كافيتي بنسميها ذا بلين of the greatest pelvic dimensions. The plane of the greatest pelvic dimension. فهو لو قال لك البيبي دلوقتي في plane of the greatest pelvic dimension، يعني قصده البيبي موجود فين؟ في pelvic cavity. يعني قصده البيبي موجود في pelvic cavity. وبالتالي الروتيشن اللي احنا قلنا البيبي لازم يعملها، لازم يعمل روتيشن، لان 11 في 13 قبله فوق و11 في 13 قبله تحت بس معكوسين. فبالتالي هو لازم يعمل روتيشن وايل بينج انسايد ذا بلفس. ايوه فين انسايد ذا بلفس؟ ان ذا بلين اوف ذا جريتست بلفيك دايمنشنز اللي هي ان ذا بلفيك كافيتي، لان هي دي ال 12.5 في 12.5. يبقى احنا عندنا لو رسمنا الفيميل بلفس كده، احنا عندنا انلت وعندنا اوتلت وعندنا كافيتي. الانلت هو ال 11 في 13 انتروبوستيرور في ترانسفيرس، الاوتلت برده 11 في 13 بس الانتروبوستيرور والترانسفيرس اتعكسوا، وعندنا الفالفيك كافيتي اللي هي 12.5 لانها 12.5 في 12.5 انتروبوستيرور وترانسفيرس، ودي بنقول عليها ذا بلين اوف ذا جريتست بلفيك دايمنشن اللي هي الفالفيك كافيتي. طب احنا كده في الانلت اخذنا الانتروبوستيرور والترانسفيرس، هو ما فيش اوبليك دايمترز يعني ماشي على الورد، بس احنا انتروبوستيرور وترانسفيرس. لا، في اوبليك دايمترز، في اوبليك دايمترز. اوبليك دايمترز زي مين؟ من السيكرو ايليك جوينت بالظبط كده للايليو بيكتينيال امينس، على نفس الناحيه على الناحيه الثانيه، على الناحيه الثانيه الابز. فانا لو جيت اقول لك الرايت اوبليك دايامتر اوف ذا ايليك، الرايت اوبليك، الرايت اوبليك اللي هو الباوندريز بتاعته منين لفين؟ الرايت من الرايت سيكرو ايليك جوينت، لان احنا دايما بنبتدي بوستيرير لللفت ايليو بيكتينيال امينس. من الرايت سيكرو ايليك جوينت لللف اليو بيكتينيال امنس، ده الرايت اوبليك. عشان كده قلنا ليه مهم جدا ان احنا دايما نبتدي من بوستيرير، والا هتغير انت كده لو قلت لي من اللفت يعني كده او من الرايت اليو بيكتينيال امنس انت غيرت الدايت. الرايت اوبليك يعني رايت للام، رايت اوبليك يعني رايت للام، احنا كله الريفرنس بتاعنا الام لان هي دي اللي هتولد، مش اي حد تاني، مش الدكتور، مش اي حد تاني، فبالتالي الريفرنس بتاعنا هو الام. فالرايت اوبليك يعني ستارتنج من الرايت سيكرو ايليك جوينت كويس لللفت الاوبوزيت اليوبيكتينيال امنس اللي هو لللفت اليوبيكتينيال امنس. من الرايت سيكرو ايليك جوينت لللفت اليوبيكتينيال امنس، وده 12 سم، وده 12 سم. يبقى احنا كده في الانلت اخذنا الانتروبوستيرير كان كام؟ 11، وخدنا الاوبليك كام؟ 12، وخدنا الترانسفيرس 13. بالظبط كده، هما كده 11 12 13. يبقى ده كل الدايمنشنز بتاعه الانلت هي 11 في 12 في 13، 11 انتروبوستيرير، 12 الاوبليك، 13 اللي هو الترانسفيرس دايمتر بتاع الانلت. يبقى دي كل الدايمنشنز بتاعه الانلت. طب امال لو قلت لك اللفت اوبليك، ايه الباوندريز بتاعه اللفت اوبليك دايمتر؟ ستارتنج من اللفت، لان احنا هنبتدي من اللفت سايد اوف الام، لفت سيكرو ايليك جوينت للرايت ايليو بيكتينيال امنس. من اللفت سيكرو ايليك جوينت للرايت ايليو بيكتينيال امنس. طب يبقى المفروض ان الرايت واللفت اوبليك دول ايكوال 12 سنتي ولا لا؟ اه طبعا ده بونز، المفروض ده مهزاع عادي من السيكرو ايليك جوينت لحد الايليو بيكتينيال امنس 12 سنتي. برضو نفس القصة سواء قلت من الرايت او من اللفت سيكرو ايليك جوينت للرايت اليو بيكتينيال امنس برضو المفروض ان هو يبقى 12. يعني الرايت اوبليك بادي منين؟ من الرايت سيكرو ايليك جوينت، واللفت اوبليك من اللفت سيكرو ايليك. الفكرة ان هي while she is living، واكيد هي هتولد وهي عايشه،
في بيبقى عندنا مش بس بونز كده، بيبقى عندنا في سوفت تيشو موجود. فوجود سوفت تيشو في الحته دي وهو مش بيتحرك او يعني ريلاتيفلي فيكسد في مكان، ده هيقلل هذا الدايمنشن الاوبليك دايمتر ولا مش هيأثر فيه ولا هيزوده؟ هيقلل، لانه هياخد من الكاباسيتي بتاعه القلت. فاحنا عندنا على اللفت سايد في السيجمويد كولوم، السيجمويد كولوم، فالسيجمويد كولوم كده هيقلل لي ريلاتيفلي شويه كم مليمترز كده من انهي اوبليك دايمتر؟ من اللفت اوبليك، من اللفت اوبليك. فبالتالي في النورمال ليبر، لان نورمال ليبر دي الست بتولد لوحدها مع نفسها، فالبيبي تتخيله ان هو هينزل في الرايت اوبليك ولا اللفت اوبليك؟ رايت اوبليك، لان ريلاتيفلي اوسع من اللفت رايت اوبليك، لان هو ريلاتيفلي اوسع من اللفت اوبليك. فده بالنسبه للدايمنشنز بتاعه الفيميل بالبيك اللي قلنا ان احنا عندنا انتروبوستيرور دايمتر من التيب اوف ذا سيكرم لحد الابر بوردر اوف سيمفيزس بيوبس، وده 11 سنتي. في عندنا الترانسفيرس دايمتر اللي هو السنتر بتاع الايليوبيكتينيال لاين على الناحيتين، وده 13 سنتي. في عندنا الاوبليك دايمتر، ولو جينا نتكلم على الرايت اوبليك هو من الرايت سيكرو ايليك جوينت لللفت ايليوبيكتينيال امينس، وده 12 سنتي. والاوبليك الناحيه الثانيه اللي هو اللفت اوبليك ده سلايتلي سمولر عن الرايت اوبليك. هل واحد من دول اللي هو الانتروبوستيري والترانسفيرس والاوبليك دايمترز اللي احنا قلنا عليهم دول تقدر انت كلينيكلي تعمل لهم اسسمنت في الاوب؟ ولو هتقدر تعمل لهم اسسمنت لازم تقول لي ازاي. بمعنى انا عايزه اشوف الانتروبوستيري دايمتر اللي هو من السيكرم تيب اوف ذا سيكرم للابر بوردر اوف سيمفيزس بيوبس، هل هقدر اعمل له اسسمنت، اعمل له ميجرمنت؟ احنا كل اللي بنعمله ميجرمنت هو بي في اكزاميشن، هو ده الميجرمنت الوحيد اللي انا بقدر اعمله كلينيكلي، ما عنديش حاجه ثانيه. طب الترانسفيرس دايامتر اللي هو بتوين الايليوبيكتينيال لاينز على الناحيتين ده اقدر اعمل له ميجرمنت؟ طب الاوبليك دايامتر اللي هو من السيكرو ايليك جوينت لحد الايليوبيكتينيال امينس ده اقدر اعمل له ميجرمنت؟ يبقى انا بالتالي هل هقدر ان انا اساس القله بتاع الام ده كلينيكلي بالانتروبوستيرو والاوبليك والترانسفيرس اللي انا عماله اقول عليهم دول؟ مش حاضر. طب امال ايه بقى كل ازاي اقدر اقول ان الحوض بتاعك ضيق؟ ما انا لما بقول الحوض ضيق ده بتكلم على انلت وكافيتي واوتلت. فهل في طريقه ان انا اقول للست دي او انا بعمل اسسمنت وهي ديورينج بريجننسي عشان اعرف هتولد طبيعي ولا قيصري، عشان ما ناخدش ترايل كده على الفاضي وهو اصلا كان المدخل ضيق او الانلت كان ضيق؟ في دايامتر واحد بس هو اللي كلينيكلي نقدر نعمل له اسسمنت، وهو ده اسمه دايجنال كونجيجيت، ده اللي هو بالبي في اكزامينشن انا بعمل له اسسمنت اللي هو اسمه دايجنال كونجيجيت. ايه الدايجنال كونجيجيت ده؟ دكاتره بي في، بي في اكزامينشن عادي زي ما احنا بنعمل بي في بس بير فاجينال اكزامينشن، بحط صباعين عادي مع البي في كله بتو فينجر. فبعمل بي في اكزامينشن، بي في اكزامينشن وعندي الثمب، الثمب لازم هيقف عن اللور بوردر اوف سيمفيزس بيوبس لانه في بون هنا، فمش هقدر ادخل ايدي كلها، فبالتالي بدخل صباعين وبيبقى الثمب واقف عند اللور بوردر اوف سيمفيزس بيوبس. طب والاكر صباعيني دول المفروض ان انا دلوقتي الراس لسه ما نزلتش الحوض، فلو انا قدرت اطول السيكرال برومونتري يعني انا كده عملت الدايجنال كونجوجيت ده من ايه الباوندريز بتاعته؟ لور بوردر اوف سيمفيزس بيوبس للابر بوردر او للتيب في السنتر بتاع السيكرال برومونتري. طب ما هو ده الانتروبوستيرير قلت ولا ايه؟ لا لا لا، لان الانتروبوستيرير كان من الابر بوردر. طب ده الانتروبوستيرير اوتلت؟ لا لا، لان الانتروبوستيرير اوتلت كان للتيب اوف ذا سيكرم، فهو كده عشان كده بنقول عليه دايجونال، هو دايجونال كونجوجيت، دايجونال مش دايركت انتروبوستيرير سواء للقلت او للاوتلت. لكن هو ده الوحيد اللي انا اقدر اعمل له كلينيكال اسسمنت، الباقيين ما اقدرش اعملهم. فبالتالي بنعمل هذا الدايجونال كونجوجيت عشان يديني امبريشن اذا كان القلت ده ضيق ولا كويس، الدايمن بتاعته ضيقه ولا كويس. طب هو الدايجونال كونجوجيت نورمالي قد ايه؟ 12.5 سنتي، يعني قد الدايمنشنز بتاعت مين؟ الباديك كات 12.5 سنتي. الدايجنال كونجيجيت مفروض 12.5 سنتي. طب انا صوابعي دي لا دي اخرها 10 سنتي 11 سنتي، عمرها ما توصل 12.5. طب افرض انك انت حسيت التيب اوف ذا سيكرال برومونتري، ده معناه ايه؟ ده صاير جدا، ده كده الدايجنال كونجيجيت ده لا ده صاير قوي، يا تيب او السيكرال برومونتري ده جاتنج سيكرال برومونتري، فبالتالي اديني امبريشن ان ايه اللي ضيق ضيق ضيق. فكده اقول لها لا انت المدخل بتاع الفلفس ضيق جدا يا مدام، ما ينفعش راسك تخش جوه الفلفس، هيخش ازاي؟ مش هيخش. فبيديني امبريشن. طب افرض ان انا ما عرفتش اوصل له، ما هو ده طبيعي، هل معنى كده ان هو 11.5 12 12.5 13؟ ما اعرفش، بس لو وصلت له
ده اكيد ان الفالفيك دايت. لو وصلت له كويس، لو وصلت للسيكرال فرومنتري ده اكيد ان الفالفيك داير، الفالفيك اللي داير. لكن لو ما وصلتلوش مش معناه اي حاجه غير ان هو مش داير. هل مش داير قوي ولا مش داير نص نص ولا هو عادي؟ ما اعرفش. بس على الاقل لو وصلت، لو انا بعمل لها بي في اكزامينشن وحسيت السيكرال فرومنتري، ده احنا ساعات واحنا بنعمل بي في اكزامينشن لعيانه جينيكولوجي يعني جايه تشتكي من انفكشن برولابس وات ايفر، فانا بعملها بي في احس السيكرال، بقول لها ايه ده ما دام انت ولدتي قبل كده؟ اه ولدت. اكيد ما قلتيش طبيعي. لا لا ما انا بولد قيصر. تبقى انت عارف لانه الفالفيك اللي بتاعها ضيق قوي، ازاي انها ممكن تولد طبيعي؟ مش ممكن الراس تخش جوه الحوض. طيب افرض ان انت وانت بتعمل لها يو ار تراينج تو اسس الفالفيك الدايجنال كونجيت ده، لقيت ان الراس جوه، فانت مش عارف توصل للسيكرال برومنتري، تعمل ايه؟ هعدت خلاص، ما هعدت، ما هو ده الهدف، الهدف ان هي تعدي وتخش الكافيتي. خلاص عدت فل، لانه احسن حاجه ذا بيست بالفيميتر از هيد، لان انت عايز تشوف الهيد دي هتخش جوه البلفس ده ولا لا. طب لو هي عدت خلاص تمام، ده هو ده اللي انا كنت محتاجه اعمل له اساسمنت. لو انا بقى بعمل ايه ده الراس اهي جوه، ده انا مش عارفه اوصل للفكره فرونتال، خلاص بقى مقفوله زي الفل، مفيش اي مشكله خالص. ده كده معناها انه البلفس بتاعها قلت زي الفل، بدليل ان هي عدت من القله ودخلت جوه البلفيك كافيتي، يبقى كده ما عندهاش اي انلت كونتراكشن، يبقى ما عندهاش كونتراكتد انلت، ما عندهاش كونتراكتد انلت. لان احنا عندنا البلفس بنقول كونتراكتد انلت او كونتراكتد اوتلت، لكن مفيش كونتراكتد كافيتي، دي ذا بلين اوف ذا جريتست بلفيك دايمنشن، عمر ما الكافيتي هتبقى كونتراكتد. فانت يا اما عندك كونتراكتد انلت يا اما عندك كونتراكتد اوتلت. الانلت اللي انت بتبقى قلقان منه هو الـ يعني الانتروبوستيري، لان هو ده ال11 مش كده ولا ايه؟ طب ال11 ده هعمل له اسسمنت ازاي؟ هو بالدياجنال كونجيجيت، اللي هو عشان تشوف اذا كانت السيكرال برومنتري انت حاسسها بالدياجنال كونجيجيت ولا مش حاسسها بالدياجنال كونجيجيت. ده بالنسبه، معلش انا المره دي هاخد اسئله في الاخر، لان انا ببقى كده المعلومات ماشياهم جنب بعضيهم مستفاهم. اسئله في الاخر. يبقى كده اول حاجه احنا اتكلمنا عليها اللي هي الانلت. اوكي، فالانلت احنا عندنا الدايمنشنز بتاعه الانلت اللي احنا اخذناهم انتروبوستيرير كام؟ 11. طب الترانسفيرس 11. طيب الاوبليك اللي هو الرايت اوبليك 12. طب عندنا الدايجونال كونجيجيت 12 بالظبط كده. هي دي الدايمنشنز بتاعه الانلت اللي احنا اخذناها، ودي اللي احنا اللي انت محتاج انك انت تعرف. نزل من الانلت دخل جوه الكافيتي، ال dimensions of the pelvic cavity 12 ونص، ده انتروبوستير ولا ترانسفيرس؟ الاثنين، لان هي راوند كافيتي دي راوند، فالاثنين هم 12 ونص سنتي. نزل اكتر وصل لحد الاوتلت، ال dimensions بتاعه الاوتلت الانتروبوستير 13 والترانسفيرس اللي هو البايتوبرس 11. طب ده الاوتلت، بس الاوتلت ده زي ما انتوا قلتوا كده هو مش كله على نفس اللاين، وبعدين الاوتلت ده لازنج اللي هو anterior triangle، anterior triangle اللي هو التيب بتاع اللي هو الدايمنشنز بتاعته من التيب اوف ذا لور بوردر اوف ذا سيمفيزيس بيوبس، والبيز بتاعه التريانجل ده اللي هو لا ده اوتلت. ايه ده؟ الترانسفيرس اوتلت اللي هو اسمه ايه؟ بايتوبرس، اللي هو البايتوبرس. اوكي، فكده يبقى احنا عندنا الانتيرير بنسميه anterior sagittal diameter ده، وده anterior sagittal triangle، كل ده اسمه anterior sagittal triangle. والانتروبوسيم والبيس بتاعه قد ايه؟ البيس بتاعنا بتاع البايتوبرس 11. طيب امال من التيب اوف ذا سيمفيزيس بيوبس كويس اللي هو بوردر اوف سيمفيزيس بيوبس لحد السنتر اوف ذا بايتوبرس دايامتر ده قد ايه؟ ده 6 7 سم، ده الانتيرير ساجيتال بنسميه انتيرير ساجيتال دايامتر. طب البوستيرير ساجيتال دايامتر هيبقى البيس بتاعه ايه؟ ها؟ هو نفس البايتوبرس، هو نفس البايتوبرس اللي هو 11 سم. امال الابكس بتاعه فين؟ عند التيب اوف ذا سيكرم، وده اسمه بوستيرير ساجيتال، بوستيرير ساجيتال تريانجل كويس، بوستيرير ساجيتال تريانجل. ومن السنتر اوف ذا بايتوبرس للتيب اوف ذا سيكرم ده قد ايه؟ 8 7 من 7 ل 10. الرينج الواسع قوي. ايه 7 ل 10؟ بنقول 6 ل 7 مش عارف ايه، لكن ايه 7 ل 10؟ ليه 7 ل 10؟ يرجع لورا في لان المفروض انا اناتوميكلي هو هنا مش السيكرم، هو في كوكسكس صح ولا لا؟ هو المفروض ان في كوكسكس، فعشان كده لو انت خدت من السنتر اوف بايتوبرس للتيب اوف ذا كوكسكس هيبقى 7، بس جيري نورمال ليبر اللي بيحصل ان الكوكسكس ده بيرجع شويه لورا، فبيبقى اكتشوالي الباوندريز بتاعتك هي التيب اوف ذا سيكرم اللي هو بقى 7 10 سم، عشان كده بنقول عليه من 7 ل 10.
على حسب انت بتقول الفوستير الساجيتال ده ايه، الفوستير الساجيتال تراينجل، هل من البيز اللي هو البايتوبرس السنتر اوف بايتوبرس اللي هو عادي ده البيز بتاع الاثنين، للتيب اوف ذا كوكسكس اه ده 7 سم، للتيب اوف ذا سيكرم لا ده 10 سم. اللي يهمنا اوبستريكالي هو مين؟ السيكرم بالظبط كده، لان هو ده اللي هيبقى ديورنج نورمال ليبر، هي هيقابل للبيبي التيب اوف ذا سيكرم اللي هو الاوسا وحاجه زي الفل جدا. فاحنا عندنا الاوتلت، الاوتلت ده عندنا زي ما قلنا ان هو دايموند ان شيب، بيتقسم ليه انتيرير ساجيتال تراينجل وبوستيرير ساجيتال تراينجل. الانتيرير ساجيتال تراينجل اللي هو لازم هيبقى من اللور بوردر اوف سيمفيسيس بيوبس، ليه؟ لان احنا قلنا الانترو بوستيرير اصلا من اللور بوردر اوف سيمفيسيس بيوبس لحد التيب اوف ذا سيكرم. ايوه بس هما مش موجودين على نفس البلين، ده اللي قسم لنا لانتيرير ساجيتال تراينجل وبوستيرير ساجيتال تراينجل. الانتيرير ساجيتال تراينجل هو برده من اللور بوردر اوف سيمفيسيس بيوبس لحد البايتوبرس، ما هو ده الترانسفيرس بتاع الاوتلت كويس، وده 6 ل 7 سم. والبوستيرير ساجيتال تراينجل من اللور بوردر اوف ذا سيكرم لحد برده البايتوبرس، لان هو ده الاوتلت البايتوبرس مع من السيمفيسيس بيوبس للسيكرم، يعني هي دي الدايمنشنز بتاعه الاوتلت متقسمه ليه انتيرير ساجيتال وبوستيرير ساجيتال. فهي لازم تبقى بالدايمنشنز دي اللي هو هتستخدم لي اللور بوردر اوف سيمفيسيس بيوبس والتيب اوف ذا سيكرم والبايتوبرس، لان هم دول الاوتلت بتاعنا مش كده ولا ايه؟ فيعني هو الاوتلت متقسم ليه انتيرير ساجيتال دايمتر وانتيرير ساجيتال تراينجل وبوستيرير ساجيتال تراينجل. طيب هو ده كده الاوتلت، فبالتالي قلنا الاوتلت ده لازنج ان شيب ولي ترانسفيرس وانتروبوستيريور. انتروبوستيريور هو اللي واسع اللي هو 13 سم، لان فعلا الكوكسكس هيرجع لورا فعشان كده هيدينا دايمنشنز عاليه اللي هي 13 سم، والترانسفيرس اللي هو ال 11 سم اللي هو البايتوبرس. في مشكله هنا انه الاوتلت ده في حته فوقه اضيق منه. ايه ده؟ هي مش اللي فوق الكافيتي؟ لا، بيقابل حاجه اسمها الاسكال سبانس. الاسكال سبانس، الاسكال سبانس دول فوق الاسكال تيبراستي. الاسكال تيبراستي ده اللي احنا قاعدين عليهم. الاسكال سبانس دي البلين بتاع ايه الاسكال سبانس؟ معناها قبل كده في ايه؟ في السيرفيس، ان هو الليفل جاينيكولوجي السيرفيس از ذا ليفل اوف ذا اسكال سباين. لو لقينا ان السيرفيس بيلو ذا ليفل اوف ذا اسكال سباين يبقى كده الست عندها اليمنت اوف برولابس. فهو الاسكال سباين ده احنا بنحسه ازاي؟ وانت بتعمل بي في اكزامينشن بتشوف اللاترال فالفيك وول، لانه بيبقى كده جامبنج شويه، فبتشوف اللاترال فالفيك وول. فبالتالي كنا بنشوف اذا كان الاسكال سباين ده ذا ليفل اوف ذا سيرفيكس ولا السيرفيكس بيلو ذا ليفل اوف ذا اسكال سباين ولا بيلو اكتر ولا ايه، عشان اقول فيرست ديجري او سكند او ثيرد ديجري ترانكولاس. الاسكال سباين ده للاسكال سباين الثاني اللي هو الباي سباينس دايامتر، لان الباي تيوبرس ده اللي كان بين تو اسكال تيوبراسيس اللي هو الاوتلت فعلا، لكن فوقه في الباي سباينس دايامتر ده 10.5 سم. للاسف هو 10.5 سم. فبالتالي انا عندي حاجه ضيقه ممكن تقابل البيبي قبل ما يوصل للاوتلت. يعني احنا دخل الانجلت الحمد لله وصل للكافيتي عمل الروتيشن وهو جاي يطلع، قبل ما يوصل للفالفيك اوتلت للاوتلت بتاعنا هيقابل بلين اوف ذا ليست فالفيك دايمنشنز اللي هو البلين بتاع مين؟ لان هو 10.5 سم، دي اضيق حته ممكن تقابل البيبي وهو نازل. فعشان كده بنسميه ذا بلين اوف ذا ليست فالفيك دايمنشن، يعني لو هو نازل بعد الكافيتي هيقابل البلين اوف ذا ليست فالفيك دايمنشنز، وبعدين لو هو عدى من البلين اوف ذا ليست فالفيك دايمنشنز يبقى اكيد هيعدي من الاوت، يبقى اكيد هيعدي من الاوت، لان الاوتلت بتاعنا 11 الترانسفيرس بتاعه برغم ان البلين اوف ذا ليست فالفيك دايمنشن ده 10.5. فعشان كده بنسميه the plane of the least pelvic dimension. وانس ان هو وصل للاسكال سباين ده لاند مارك مهم للغايه بالنسبه لنا، ان لو انا حسيت الراس على الليفل بتاع الاسكال سباين جايز ده ليفل مهم جدا جدا جدا، وات ذيس ليفل بنقول حاجه اسمها ستيشن زيرو للبيبي وهنتكلم عليها بعد كده. فبالتالي البلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن اللي هو البلين اوف ذا اسكال سباين اللي هو 10.5 سم الترانسفيرس بتاعه، يبقى كده البيبي هينزل، هي دي الدايمنشنز اللي هيقابلها، مفيش اي دايمنشنز اخرى ممكن هي تقابلنا، اللي هو الال كان عندنا 11 في 12 في 13، 11 كان بتاع الانتروبوستيريور، 12 بتاع الاوبليك، 13 بتاع الترانسفيرس. هل بنقدر نقيسهم؟ اناتوميكالي صعب، كلينيكالي صعب جدا، فعشان كده بنعمل الدايجنال كونجيجيت اللي هو المفروض ان هو 12.5 سم. بعد كده نزل جوه الكافيتي اللي هي كلها مدوره 12.5 سم. بعد كده قابل ذا بلين اوف ذا ليست فالفيك دايمنشنز اللي هو البلين اوف ذا اسكال سباينز اللي هو 10.5 سم. وبعدين بعد كده عندنا الاوتلت اللي هو انتروبوستيرير 11 في 3 انتروبوستيرير 13 في 11 البايت تيوبرز ده. طب الاوتلت ده كلينيكلي انا ممكن اعمل له اسسمنت؟ ايه رايكم؟ هل الباي سباينز ده
اقدر وانا بعمل بي بي اكزامينيشن اساس واقول اه هو ضيق ولا لا؟ ازاي؟ ما انت بنحس ده وبنحس ده، هل ممكن احسهم مع بعض؟ ما ينفعش ان انا احسهم مع بعض. لو حسيتهم بالظبط كده يبقى البين اوف ذا ليس بالميك دايمنشن اضيق كده، اوكي؟ لان مش نورمال ان انا احسهم مع بعض ات فيري سيم ليفل. انا لازم احس ده لوحده وده لوحده، لان انا افتح ايديا كده اكترها 8 سنتي، ما اقدرش افتح اكتر من كده، عمرها ما هتيجي اكتر من 8 سنتي. فبالتالي لو حسيت الاثنين مع بعض في نفس الوقت، ده معناها ان الباي فاينس دايامتر ده صغير، اقل من 8 سنتي او 8 سنتي، فبالتالي ما وصلش حتى لل 10 ونص اللي احنا بنقول عليها بلين اوف ذا ليست بالميك دايمنشن. ما دام انت الحوض بتاعك ضيق ازاي؟ ده انا الراس قالوا لي انها دخلت الحوض، ايوه بس المخرج هو اللي ضيق، انت عندك كونتراكتد اوت، كونتراكتد اوت، اوكي؟ فيبقى ده الحاجات اللي احنا بنعمل لها كلينيكال اسسمنت، كلينيكال اسسمنت او كلينيكال بالفي ماتري، كلينيكال بالفي ماتري لان ميجرمنت اوف ذا بلفس، ميجرمنت اوف ذا دايمنشن اوف ذا بلفس اللي هو اسمه كلينيكال بالفي ماتري. ايه اللي بعمله بس بالدياجنال كونجوجيت؟ كويس، الكابيتي مش محتاجه اعمل لها اسسمنت، هي اساسا ذا بلين اوف ذا جريتست بالفيك دايمنشن. اوتلت بعمل اسسمنت للبلين اوف ذا ليست بالفيك دايمنشن، لو لقيت وانا بعمل بي في ان الباي سباينس دايمتر انا قادره احس التو اسكير سباينز ات ذا سيم تايم، يبقى معنى كده الباي سباينس ده كمان اقل من البلين اوف ذا ليست بالفيك دايمنشن، اقل من 10 ونص. كان عندك سؤال يا جاد؟ لو لقيته هيلخبطهم مش حاجه، لكن لو لقيته عادي حاجه. نقدر نوصل للانتروبوستيرير دايمتر من خلالها يعني تبقى واسعه للدرجه دي؟ اني انتروبوستيرير اوتلت ولا انلت؟ حضرتك بتقول التكنيك بتاع الاي في تحط الثم ويوصل للسامفس بيوبس و انت هيوقفك البي في اكزامينشن اهو، بي في اكزامينشن بيبقى هنا، انتوا بتروحوا العياده فاستاذنوا من النايب او المدرس المساعد اللي معاكم واعملوا بي في اكزامينشن كلكم طبعا مش نفس العينه، هتستاذنوا من النايب، النايب هياخد واحد او اثنين ويستاذن من العينه ان ممكن نعمل بي في اكزامينشن، هتحس انك انت اللور بوردر سمتك هيقف عند اللور بوردر هنا، المفروض انك انت ما توصلش للسيكرال برومونتري، لو وصلت للسيكرال برومونتري ساعتها هيبقى ضيق. ده مش سبجكتيف على حسب ايد هاي الاسئله بقى بتاعت الوجوديه دي، ما انا ممكن انا 12 ايوه بس لو حسيته في اختلاف عن ان هو قصير، لا مفيش اختلاف، مفيش اختلاف. انا لو حسيته ده مش حاجه سبجكتيف، انت ده بول مش كده ولا ايه؟ لو انت خبطت في البول ده اكيد ضيق، اوكي؟ يبقى ده بالنسبه للدايمنشنز بتاع الاناتومي اوف المايك. المايك وين يا ده الدايمنشنز بتاعت الفيميل بلس، ده الدايمنشنز بتاعت الفيميل بلس. طب الفيميل بلس لازم كمان نتكلم على السيستم سكالب، هي دي اللي هتعدي جوه ده، هي دي اللي هتعدي جوه ده طبعا. بس فالديميتر هي الفيتال سكالب ان هي عدت خلاص، ولكن لو ما عدتش ساعتها بنبتدي بقى نعمل كلينيكال اسسمنت اللي احنا بنقول عليه ده. لكن لو لقيتها عدت خلاص، يعني لو لقيتها بقت انجيجد، كلمه انجيجد ان هي دخلت جوه الفالفيك انلت، مش محتاجه ان انا اعمل هذا الاسسمنت، ممكن اساس الاوتلت لكن الانلت مش هحتاج ان انا اعمل له اسسمنت. لكن لو ما عدتش هو اللي احنا بنعمل هذا الاسسمنت. طب نيجي نشوف الدايمنشنز بتاعه الفيتر سكال، الفيتر سكال، السكال بتاعه البيبي ده طبعا الفيتر سكال دي اهم حاجه، لان دي البون اللي ما ينفعش يحصل لها كومبريشن، هي بيحصل لها حاجه اسمها مولدنج. مولدنج يعني ايه؟ انتوا خدتوا في الاناتومي ان في سوتشر لاينز، فلو حصل ابروكسيميشن بتوين التو دول اسمهم ايه؟ بارايتر، دول بارايتر ودول فرانتر. طيب وهنا تمبرال ودي اكسيبت بالظبط كده، فاحنا بين التو فرانتال بونز في سوتشر اسمه فرانتال سوتشر، كويس؟ بين التو بارايتال بونز في سوتشر اسمه ساجيتال سوتشر، بين التو فرانتال وبين التو بارايتال في سوتشر اسمه كورونر سوتشر. طيب بين التو بارايتال والاكسيبت في سوتشر لامدايت سوتشر بالظبط كده، دي السوتشرز اللي عندنا. لو حصل ممكن يحصل ابروكسيميشن للتو بونز بحيث ان السوتشر دول اكنهم اتقفلوا، ده اسمه مولدنج. فمولدنج ده اتس فيزيولوجيكال اكت بيحصل جيرنج ليبر، ان بيحصل ابروكسيميشن بتوين التو بارايتال بونز. لو حصل ان وان بارايتال بون اوفر رايد ذا اذر بارايتال بون، ده اللي هو سكند ديجري مولدنج. لو التو بارايتال بونز دول عملوا اوفر رايد لبعض وبعدين كمان عملوا اوفر رايد للاوكسيبيتال بون، ده معناها ثيرد ديجري مولدنج، وده طبعا حاجه باثولوجيكال معناها فعلا الحوض ضيق لدرجه انه ابتدى يعمل
الباثولوجيكال ثيرد ديجري مولدنج. لكن الثيرد ديجري مولدنج ده حاجه كويسه وبتسهل الليبر. ده one of the factors and determined factors during labor. يعني ما اقدرش اعمل له assessment before labor, لكن during labor وهو البيبي معدي لازم يحصل هذا المولد. لازم. فقال لك ان البيبي عنده first degree molding ده طبيعي لان لازم يحصل approximation والبيبي هو بيعدي through the pelvic cavity. فبالتالي first degree molding دي حاجة physiological وحاجة بتحصل during labor. one of the undetermined factor of labor. يعني undetermined يعني ما اقدرش انها pre-determined ان هو لما يحصل هيحصل ايه وقتها وقت الليبر. عشان كده احنا بنقول للست ممكن ناخد حاجه اسمها ترايل اوف ليبر. ليه ترايل؟ ما انت فحصتيني دلوقتي, ما تقولي لي دلوقتي هعرف اولد ولا لا, لان في فاكتورز ديورينج ليبر مش هقدر اعملها ديتيرمينج دلوقتي. من ضمنها المولدنج, من ضمنها السترونج يوتراين كونتراكشن, من ضمنها ان بيحصل مور اند مور ريلاكسيشن للليجمنتس. فبالتالي الحاجات دي مش هقدر غير لما يجي لك فعلا ليبر بينز اشوف الديجري اوف مولدنج والريلاكسيشن والسترونج كونتراكشن زقت البيبي ولا لا. لو انا عندي بوردر لاين بلفس هو اللي ساعتها بقول لها ممكن ناخد ترايل اوف ليبر, يا تولدي طبيعي يا لا, على حسب الانديتيرمند فاكتورز اوف ليبر اللي وقت الليبر بس اللي اقدر اعملها ديترمينيشن. طب احنا قلنا الكلام ده ليه؟ عشان نعرف ان هو ممكن يبقى فيه مولدنج كويس في الفيتال سكار وده طبيعي, طبيعي يحصل فيرست ديجري مولدنج. طيب كل دي الهات دي اسمها كيفاليك. يعني ايه كيفاليك؟ يعني انا لو بعمل بي في لقيت راس هقول عليه كيفاليك بريزنتيشن. يعني البيبي ده جاي براسه, ايوه راسه ايه, هو كل راسه زي بعض. بمعنى لو هو فولي فلكسد, لو هو فولي اكستندد, لو هو ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن, لا ساعتها في دايامترز هتختلف. في دايامترز, في احنا عايزين نعرف ايه هي الانتروبوستيرير دايامتر اوف ذا فيتال هيد والترانسفيرس دايامتر اوف ذا فيتال هيد. عايزين نشوف الانتروبوستيرير دايامترز والترانسفيرس دايامترز, لان البيبي ممكن يبقى نازل فولي فلكسد, الهيد بتاعته فولي فلكسد كويس, وممكن يبقى نازل فولي اكستندد كويس, وممكن يبقى نازل ميد واي بين فلكشن اند اكستنشن, وكل واحد هيغير طبعا الانتروبوستيرير دايامترز. طب والترانسفيرس ثابته, الترانسفيرس دايامترز دي ثابته, لكن الانتروبوستيرير دايامتر هي اللي هتتغير ديبندنج على الديجري اوف فلكشن او الديجري اوف اكستنشن اللي نازله بيها راس البيبي. طيب احنا عندنا الحته دي اسمها فيس. ايه الحته دي؟ اللي هي من الروت اوف ذا نيك والتشين كويس لحد الروت اوف ذا نوز والسوبر اوربيتال ريدج. دي اسم, ده اسمه فيس, ده اسمه وش. يعني الحته فوق دي مش تبع الفيس؟ لا مش تبع الفيس خلاص, فده فيس. يعني لو قلت لي البيبي جاي بالفيس, جاي بوشه, جاي بالفيس برزنتيشن, يبقى انا كده فهمت انه الحته دي هي اول حاجه لما عملت بي دي قابلتها, اللي هو من الروت اوف ذا نيك والتشين لحد الروت اوف ذا نوز والسوبر اوربيتال ريدج, ده اسمه فيس. طب لو من الروت اوف زنوز يعني سوبر اوربيتال ريدجز لحد الكورونال سوتشر, ده الكورونال سوتشر والانتيرير فونتانيل, ما هو الكورونال سوتشر وفي هنا الانتيرير فونتانيل او البراجما, تير فونتانيل او البراجما. امال اللي ورا دي اسمها ايه؟ اه فاستير فونتانيل او لامدا, فاستير فونتانيل او لامدا. فاحنا عندنا لو هو البريزنتيشن او اول حاجه انا حسيتها باي تي في اكزامينشن كانت بتوين الروت اوف ذا نوز, الحته اللي بتوين الروت اوف ذا نوز والسوبر اوربيتال ريدجز للكورونر سوتشر والانتير فونتانيل, ده اسمه ايه؟ اسمه براو, براو او الجبهه, براو او الجبهه. يبقى البيبي ممكن يبقى كفالك فيس نازل براسه اه بس فيس كويس, كفالك براو او كفالك فيرتكس. ايه الفيرتكس ده؟ اللي هم التو فرايتال بونز وسيبريتد باي الكورونر سوتشر من قدام وسيبريتد باي اللامدايد سوتشر والبوستير فونتانيل من ورا, ده اسمه فيرتكس. فالبيبي ممكن يبقى كفالك فيس, كفالك براو, كفالك فيرتكس. كفالك فيس, كفالك براو, كفالك فيرتكس. طب كفالك فيس او كفالك براو او كفالك فيرتكس ده ديبندنج على ايه؟ على ديجري اوف فلكشن. لو هو نازل فولي فلكسد هيبقى ايه الحته اللي انا شفتها باي تي اكزامينشن؟ الفيرتكس. لو هو فولي فلكسد هيبقى الفيرتكس. لو هو فولي اكستندد هيبقى الفيس. لو ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن هيبقى البراو. يبقى كده الكفالك بريزنتيشن نفسها ان هو نازل براسه بدماغه دي كلها بقى. ايوه بس دماغه دي متقسمه, فدماغه دي يعني كفالك فيس ولا كفالك براو ولا كفالك فيرتكس. لو هو فولي فلكسد هينزل كفالك فيرتكس, لو فولي اكستندد هينزل كفالك فيس, لو ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن هينزل كفالك براو. طيب عايزين نعرف الدايمنشنز, الانتروبوستيرير دايمنشنز بتاعه القصص دي, الانتروبوستيرير دايمنشنز بتاعه القصص دي اللي هو الاناتومي اوف فيتال سكال انتروبوستيرير, انتروبوستيرير دايمنشنز. لو الراس فولي فلكسد, لو الراس بتاع البيبي فولي فلكسد, فولي فلكسد يعني خلاص التشين ده ماسك في الترانك, التشين بتاع البيبي لازق في الترانك, التشين لازق في الترانك.
ايه هيبقى الدايامتر اللي هينزل بيه؟ هيبقى سب اوكسيبيتال بريجماتيك. سب اوكسيبيتال بريجماتيك يعني ايه سب اوكسيبيتال بريجماتيك؟ يعني بيلو ذا اوكسيبيتال بروتوبرنس للسنتر اوف ذا براجما اللي هو الانتيرير فونتانال. سب اوكسيبيتال بريجماتيك اللي هو فروم بيلو الاوكسيبيتال بروتوبرنس للسنتر اوف ذا براجما، وده بيبقى 9.5 سم. سب اوكسيبيتال بريجماتيك ده 9.5 سم. يبقى لو الراس فولي فلكسل، لو الراس فولي فلكسل يبقى البيبي انا الدايامتر الانتروبسير دايامتر اللي هيميت البلفيك فلوت هيبقى السب اوكسيبيتال بريجماتيك اللي هو 9.5 سم من بيلو الاوكسيبيتال بروتوبرنس لحد السنتر اوف ذا بريجما. طب لو الراس كانت مش فولي فلكسل، كانت شويه دي فلكسل يعني اكستندد، لا 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 هي مش فولي فلكسل يعني مش التشين لامس الترانك، لا هو كان دي فلكسل سنه بعيد عن الترانك سنه. فبالتالي ايه الدايامتر اللي هيبقى البريزنتنج دايامتر؟ هيبقى اسمه سب اوكسيبيتال فرونتال. سب اوكسيبيتال فرونتال اللي هو من بيلو الاوكسيبيتال بروتوبرنس للانتيرير بوردر اوف ذا براجما، مش السنتر اوف ذا براجما انتيرير يعني بعيدنا شويه لان وصلنا للانتيرير من بيلو الاوكسيبيتال بروتوبرنس للانتيرير بوردر اوف ذا براجما، فبعدت سنه صغيره فبقت 10 سم. سب اوكسيبيتال فرونتال ده 10 سم، كبر شويه بقى 10 سم. طيب لو الراس كانت مور اند مور دي فلكس، ما قلتش اكستندد خالص، دي فلكس يعني بعدت اكتر بعدت اكتر، فبقت الانجيجنج دايامتر اللي هو الانتروبسير دايامتر هنا هيبقى من الاوكسيبيتال بروتوبرنس نفسه. خلي بالكم الاوكسيبيتال بروتوبرنس ده بارز بارز، فبالتالي بعدني ورا من الاوكسيبيتال بروتوبرنس برضو للانتيرير فونتانيل او للروت اوف ذا نوز الاثنين واحد اللي هو 11.5 سم. 11.5 سم تاني لو الراس فولي فلكسد، لو الراس فولي فلكسد يبقى البيبي هيبقى الانجيجنج دايامتر هنا مين؟ سب اوكسيبيتال بريجماتيك اللي هو كام سنتي؟ 9.5 سم. طب لو الراس شويه دي فلكسد هيبقى الانجيجنج دايامتر هو مين؟ سب اوكسيبيتال فرونتال اللي هو من بيلو برده الاوكسيبيتال بروتوبرنس للانتيرير فونتانيل، انتيرير بودر اوف الانتيرير فونتانيل اللي هو كام؟ 10 سم. طب لو مور اند مور دي فلكسد هيبقى الانجيجنج دايامتر هنا مين؟ اوكسيبيتال فرونتال اللي هو من التيب اوف ذا اوكسيبيتال بروتوبرنس اللي هو بارز كده، فبالتالي بعدني شويه كويس للانتيرير فونتانيل انتيرير بوردر اللي هو كام سنتي؟ 11.5 سنتي. اوكسيبيتال فرونتال 11.5 سنتي، اوكسيبيتال فرونتال 11.5 سنتي. كل دول كفالك ايه؟ كفالك برزنتيشن، كفالك ايه؟ فيس ولا كفالك براو ولا كفالك فيرتكس؟ فيرتكس. طالما قلت فلكسد بالديفرنت ديجريز اوف فلكشن دول يبقى هو ده كفالك فيرتكس. سب اوكسيبيتال حتى الاوكسيبيت هنا هو الدينومينيتور، هنتكلم على الدينومينيتور دلوقتي. سب اوكسيبيتال بريجماتيك، سب اوكسيبيتال فرونتال، اوكسيبيتال فرونتال، كل دول البيبي فلكسد بمعنى ان كل دول فيرتكس كفالك فيرتكس. طالما فلكسد يبقى انا بتكلم على كفالك فيرتكس. طيب لو الراس نازله، لو البيبي نازل ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن، يعني ولا هو فلكسد ولا هو اكستندد، هو ميد واي. ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن، ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن، هيبقى الانجيجنج دايامتر هو ايه؟ مانتو فيرتيكال. مانتو ده ايه؟ اللي هو من التيب اوف ذا تشين، بنسمي التشين ده اسمه مانتو. خلاص مانتو فيرتيكال. امال فيرتيكال دي مين؟ السنتر بتوين الانتيرور والبوستيرور فونتانيل، السنتر بتوين الانتيرور والبوستيرور فونتانيل اسمها ذا فيرتيكال بوينت. فلو كان هو ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن، ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن كويس، يبقى ده الانجيج او البريزنتنج دايامتر انتروبوستيرور دايامتر هيبقى المانتو فيرتيكال، وده 13.5 سم. ايه رايكم في 13.5 سم؟ ده اعلى من اعلى حاجه في البلبس. احنا اساسا الانلت قلنا 13 في 11، ما جبناش سيره 13.5 ده. فبالتالي لو هو بريزنتنج مانتو فيرتيكال، لو هو نازل لك مانتو فيرتيكال بالمانتو فيرتيكال دايامتر مش هيخش البلبس اصلا، ده مش هيخش الانلت عمره، عمره ما هيخش الانلت، وده بنسميه براو بريزنتيشن، وده مش هيولد، مش هيولد بجانب، لان هو الانجيجنج دايامتر بتاعه انتروبوستيرور دايامتر بتاعه مانتو فيرتيكال كويس، ده بره الحوض خالص، ده بره الحوض خالص البراو بريزنتيشن، وده لو كان ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن. فبالتالي البيبي لازم يبقى فولي اكستندد، فولي فلكسد، يا اما فولي اكستندد عشان يتولد. ايه فولي اكستندد دي؟ طب تعالوا نشوف الدايامتر بتاعت الاكستنشن. احنا قلنا ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن كان الانجيجنج دايامتر بتاعنا مانتو فيرتيكال، مانتو فيرتيكال من التيب اوف ذا مانتو للفيرتيكال بوينت اللي هي السنتر بتوين الانتيرور والبوستيرور فونتانيل، ده اسمه فيرتيكال بوينت، وده 13.5 سم، ده ما يعديش. طب لو الراس اكستندد، تعالوا نشوف في الفولي اكستندد، يعني اكستندد على الاخر، اكستندد فولي اكستندد، بحيث ان انا لو جيت اعمل بي في اكزامينشن هنا، لو جيت اعمل بي في اكزامينشن للبيبي اول حاجه هحسها هو ايه؟ التشين.
امال لو كان فولي فلكسد اول حاجه احسها كان ايه؟ الفيرتكس. وايه البوينت اللاند مارك بوينت بوني بوينت؟ الاكسل. عشان كده بنقول اللاند مارك بوني بوينت اللي انا اول حاجه احسها هي بنسميها دينومينيت. فلو هو كيفاليك فيرتكس الدينومينيتور بتاعي هيبقى ايه؟ الاكسل. لو هو كيفاليك فيس الشين بالظبط كده. فهو نازل فولي اكستندد. فولي اكستندد يعني راس فولي اكستندد اهو البيبي راسه فولي اكستندد. فبالتالي هو فولي اكستندد. فاول حاجه لما عملت بيبي اكزامينشن اي فيلت الشين او المانتل. فبالتالي هقول عليه ده فيس بريزنتيشن. فيس بريزنتيشن لان اول بوني لاند مارك انا حسيتها كانت المانتل. فبالتالي البيبي ده فولي اكستندد. فبالتالي البريزنتيشن بتاعتنا هنا فيس بريزنتيشن. فيس بريزنتيشن. طب لو هو فيس بريزنتيشن ايه الانجيجنج دايامتر؟ انجيجنج دايامتر هيبقى سبمنتو برجماتيك. سبمنتو يعني من تحت المنتم هنا. برجماتيك اللي هو سنتر اوف ذا برجما او سنتر اوف ذا انتيريور فونتان. سبمنتو برجماتيك اللي هو فيس بريزنتيشن انتروبوسيريو دايامتر. سبمنتو برجماتيك قد ايه؟ سبمنتو برجماتيك ده برده 9.5 سم زي السابوكسيبتو برجماتيك. سابوكسيبتو برجماتيك هو زي قد نفسه السبمنتو برجماتيك اللي هو 9.5 سم. هنا ايه؟ لو راس فولي اكستندد يعني معناها ان هو كيفاليك فيس. هنا كان لو الراس فولي فلاكسد يعني معناها ان هو كان كيفاليك فيرتكس. فهنا لو كيفاليك فيس يعني فولي اكستندد هيبقى الانجيجنج انتروبوسيريور دايامتر هنا السبمنتو برجماتيك اللي هو 9.5 سم. طب لو هو كان مش اكستندد على الاخر يعني شويه كده لس اكستندد. لس اكستندد هيبقى الدايامتر البريزنتنج دايامتر هنا هيبقى برده السبمنتو فيرتيكال. سبمنتو برده بس فيرتيكال. سبمنتو فيرتيكال وده 11.5 سم. سبمنتو فيرتيكال وده 11.5 سم. دول الدايامترز اللي احنا محتاجين نعرفهم انتروبوسيريور دايامتر اوف ذا فيتال سكال. تاني طب ليه فيتال سكال؟ لانه اكتر من 96% البيبي بيجي كيفاليك بريزنتيشن يعني السكال هي اللي هتبقى بريزنتنج. عشان كده هي دي اللي احنا محتاجين قوي ان احنا نبقى عارفينها لان اكتر من 96% البيبي هيجي كيفاليك بريزنتيشن. فمحتاج تعرف الدايمنشنز اوف ذا فيتال سكال اللي هتقابلك في الكيفاليك بريزنتيشن. لو هو فولي فلاكسد يبقى هيبقى كل الدينومينيتور بتاعنا اول حاجه هتقابلنا هو الاوكسيبت لان هو هيبقى فيرتكس بريزنتيشن. يعني الفيرتكس هو اللي هيقابلنا اول حاجه. ايوه فيرتكس. والدينومينيتور بتاع الفيرتكس هو الاوكسيبت. فبالتالي الدايامترز بتاعتنا هي ايه؟ لو هو فولي فلاكس هيبقى ايه؟ سب اوكسيبتو برجماتيك اللي هو قد ايه؟ 9.5 سم. طب لو هو شويه دي فلاكس هيبقى دايامتر مين؟ سب اوكسيبتو فرونت اللي هو كام؟ 10 سم. طب ولو هو مور اند مور دي فلاكس هيبقى ايه؟ اوكسيبتو فرونت اللي هو كام؟ 11.5 سم. طب لو هو ميد واي بتوين فلاكشن اند اكستنشن هيبقى الدايامتر ايه؟ مانتو فيرتيك اللي هو كام؟ 13.5 سم. ده ايه؟ ده البرزنتيشن هنا كيفاليك ايه؟ كيفاليك براو. يعدي البلفس يخش في البلفس ما يعديش البلفس وما يخشش البلفس. طب لو هو فولي اكستندد الدايامتر بتاعنا ايه؟ سبمنتو برجماتيك ده كام سنتي؟ 9.5 سم. طب لو هو شويه مش اكستندد قوي هيبقى مين؟ سبمنتو فيرتيك اللي هو كام؟ 11.5 سم. ايه ده يعني مفيش حاجه ايكويفالنت لل10؟ لا مفيش ايكويفالنت لل10. هو عندنا ايكويفالنت لل9.5 وايكويفالنت لل11.5. دي الطريقه اللي انا بعملها عشان ما انساش الدايامترز. طبعا مش موجوده كده، مش مكتوبه بالطريقه دي في الكتاب. هي مكتوبه ارقام، عايز تحفظها كده احفظها، عايز تحفظها زي الكتاب تحفظها انت حر ماشي، بس لازم تحفظها. وهتعمل بقى الطريقه الاسهل لك انك انت تحفظ بيهم هذه الدايامترز او هذه الدايمنشن. فدول الانتروبوسيريور دايامترز اوف ذا فيتال سكال وايز هيد از فولي فلكسد لحد ما الهيد تبقى فولي اكستندد. وطبعا كده معناها ان الكيفاليك فيرتكس ممكن يتولد لان الدايمنشنز بتاعته كلها ممكن تعدي البلفس. الكيفاليك فيس اللي هو جايب الفيس ممكن برضو يتولد لانه الدايمنشنز بتاعتها كلها جوه البلفس الفيميل بلفس. الوحيد اللي ما ينفعش ان هو يعدي هو الكيفاليك براو لانه 13.5 والدايمنشنز دي بره خالص الدايمنشنز بتاعتها. في سؤال في الانتروبوسيريور دايامترز؟ دكتور هو البيبي هو اللي بيختار الطريقه اللي نازل بيها ولا ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في الميكانيزم اوف ليبر؟ في حاجات بتزق البيبي زي سترونج يوتراين كونتراكشن، زي ان هي قبل البلفيك فلور مصل اللي هو الليفيتور اناي. فبالتالي حصل مور اند مور فلكشن كويس او مور اند مور اكستنشن. يعني ديبندنج على البلفيك كافيتي اذا كان الكافيتي ده ضيق ولا الكافيتي مش ضيق. ففي فاكتورز هي اللي بتقابل البيبي وبتحدد له طريقه.
هو مش ماشي ماسك طبعا جي بي اس، هو على حسب الفاكتورز اللي موجوده، اللي هو في كونتراكشنز، في سترونج بيلفيك فلور ماسلز، في بوني فالفس ضيق ولا مش ضيق، والدايمنشنز اللي احنا بنقول عليها، كل دي هي الفاكتورز اللي بتحدد البيبي هيبقى فولي فلكسد فولي اكستندد، هيخش الفالفس مش هيخش الفالفس. في سؤال يا دكاتره، ممكن اشهر كفالك فيس ولا فيرتكس؟ تفتكروا اشهر كفالك برزنتيشن حد يعرف؟ كفالك فيرتكس ويلي الكفالك فيس وبعدين كفالك براو. وعلى فكره دي من الحاجات طبعا ده حاجه فيزيولوجيكال، لان كفالك فيرتكس كله تقريبا بيتولد كويس، ده اللي هناخده المره الجايه على طول. الكفالك فيس معظمه او تلتينه بيتولد، لكن ممكن تلت ما يتولدش. الكفالك براو ما بيتولدش خالص، فده بالنسبه للانثروبوسيتي. طب الترانسفيرس، الترانسفيرس في عندنا دايمتر شهير جدا، حتى ده اللي احنا بنقيسه في الالترا ساوند. لما تروحوا الالترا ساوند كويس او تبصوا على الالترا ساوند في العياده او كده، واحنا بنعمل اوبستريك الترا ساوند، تلاقونا دايما بنقيس باي بارايتال دايمتر. باي بارايتال دايمتر اللي هو بين التو بارايتال انيمنسز، لان ده ذا لارجست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال هيد. فيتال هيد الترانسفيرس دايمترز، في عندنا باي بارايتال دايمتر، في حاجه اسمها سوبرا بارايتال سب بارايتال، لو كانت الراس مش معدوله كده كانت نازله بميل شويه مايله، فدي بنقول عليه سوبرا بارايتال سب بارايتال، ده اللي هيبقى الدايمتر الانجيجنج دايمتر. في عندنا الباي تمبرال بين التو الانتير بوردر اوف ذا تمبرال سوتشز، ده اسمه باي تمبرال. وفي حاجه اسمها باي ماستويد اتش اللي عندكم في الكتاب، انا بس لسه بكتبه، لان لو بتمتحن اورال احتمال تلاقوا حد يسالكم على الباي ماستويد، فلسه بكتبه، اللي هو 7.5 سم، اللي هو بين التو ماستويد بروسيس 7.5 سم. فاحنا الترانسفيرس دايمتر باي فار اللارجست ترانسفيرس دايمتر هو الباي بارايتال دايمتر. باي بارايتال دايمتر اللي هو 9.5 سم. 9.5 ده مهم جدا، ده رقم عظيم، لان هو ده شايفين الرقم 9.5 ده. فبالتالي لو كان البيبي فولي فلكسد الهيد كده هيبقى الدايمترز اللي هي البريزنتنج انتروبوسيريال اند ترانسفيرس دايمترز بتاعه الفيتال هيد هي ايه؟ 9.5 9.5 بقت الراس عامله زي البول زي الكوره، فساعتها سهل ان هي تروتيت. ده مهم، واحنا هنتكلم على الميكانيزم اوف ليبر المره الجايه على طول، ان الراس عشان تروتيت لازم تبقى عامله زي الكوره، يعني لازم تبقى فولي فلكسد عشان تروتيت، او تبقى فولي اكستندد برده، لان برده السبمنتو بريجماتيك 9.5 سنتي، فهتبقى برده عامله زي الكوره تقدر ان هي تروتيت. فالباي بارايتال دايمتر ده 9.5 سنتي، وده ذا لارجست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال هيد. بعد كده يجي السوبرا بارايتال سب بارايتال، ده اصغر منه شويه، لان احنا قلنا اللارجست خلاص الباي بارايتال، فاي حاجه هقولها تاني هتبقى اقل من 9.5 سنتي. ففي عندي السوبرا بارايتال سب بارايتال ده 9 سنتي، في عندي الباي تمبرال ده 8 سنتي، والباي ماستويد 7.5. في سؤال في الترانسفيرس دايمترز؟ هي الروتيشن دي اصلا بتحصل في الفالفيك كافيتي، يعني بعد ما يكون عدى الانلت، فالفالفيك كافيتي عشان يقدر يعدي من البلين اوف ذا ليست فالفيك دايمنشنز اللي هو ال 10.5 سنتي. اما هو هل بينزل كوره كده ولا لازم يبتدي يفلكس او يكستند عشان يقدر ان هو يتولد؟ لازم هيفلكس او يكستند، مش ممكن ينزل كوره. فبالتالي عشان هو هيحصل له سام اليمنت اوف يعني دي فلكشن، فهيبقى بعد كده 10 او 11.5 سنتي او سام اليمنت اوف دي اكستنشن، فبالتالي برده يبقى لازم بقى عندنا وسع شويه براح سنه عشان يعني اكوموديت فور الدي فلكشن اللي ممكن تحصل عشان الدليفري، لانه الدليفري بيبقى باي نورمال دليفري باي ميكانيزم اوف اكستنشن، فلازم يعدي ثرو وان اوف ذا دايامترز دول اللي هو السب اوكسيبتو فرونتال والاوكسيبتو فرونتال، فبالتالي محتاج شويه وسع. او يبقى برده سام ديجري، يعني لو هو فيس بريزنتيشن هاي دليفر باي ميكانيزم اوف ايه، تتخيل احنا لسه ما خدناش الفيس، انا عارفه. طب هو الفيس بريزنتيشن هو نازل ايه؟ فولي فلكسد ولا فولي اكستند؟ فولي اكستند. فلما يجي الدليفر هيدليفر باي ميكانيزم اوف ايه؟ فلكشن. هو فولي اكستند هيستند بور ازاي؟ ما هو مش هيقطع راسه، فبالتالي هيدليفر باي ميكانيزم اوف فلكشن. لكن هنا في الفيرتكس بريزنتيشن هو فولي فلكسد، هيفلكس مور عن كده ازاي؟ فلازم هيدليفر باي ميكانيزم اوف اكستنشن. اتس فيري منطقي يعني، مش كده ولا ايه؟ فده هناخده في الميكانيزم اوف دليفري ليتر. دكتور ايه السوبر برايتال سب برايتال ده؟ هنقوله دلوقتي في الاسم. طيب يبقى ده بالنسبه للدايمترز بتاع الترانسفيرس دايمترز او زفت الحلقه. نيجي بقى نتكلم على شويه ترمينولوجيز كده هتقابلنا. ايه الترمينولوجيز اللي هتقابلنا؟ اول ترمينولوجي هيقابلنا يا دكاتره انجيجمنت. يعني ايه انجيجمنت؟ الراس ديفينيشن.
بتاع الانجيجمنت ذا باسج، وركزوا معايا في هذا الديفينيشن لانه مهم ولازم تبقوا عارفينه وبيجي كتير. كويس، ذا باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايامتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ذا بلين اوف ذا بيلفيك انلت. ذا باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايامتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ذا بلين اوف ذا بيلفيك انلت. لو انا بتكلم على كفالك بريزنتيشن، ايه الوايدست ترانسفيرس دايامتر اوف ذا كفالك بريزنتيشن؟ باي بارايتا ده اللي هو كام؟ 9.5 سم ثرو ذا بلين اوف ذا بيلفيك انلت. يعني عدى ايه؟ عدى 11 في 13 اللي هو الكالفيك انلت. هو ده الديفينيشن، عشان ما يجيش يقولوا لي اه يعني الباي بارايتال عند الليفل بتاع الاسكلي سباين، يعني الباي بارايتال عند الليفل بتاع السكرم تب، يعني الباي بارايتال عند ايه؟ يعني الباي بارايتال عند البلين اوف ذا بيلفيك انلت اللي هو الابر بوردر بتاع السكرم والابر بوردر اوف السيمفيسس بيوبس والاليوبكتينيال لاينز. هو ده الديفينيشن اوف انجيجمنت. الديفينيشن اوف انجيجمنت يعني ذا باسج اوف ذا وايد ترانسفيرس دايامتر اوف ذا بريزنتنج بارت اللي هو الباي بارايتال عدى ايه؟ عدى البلين اوف ذا انلت فقط لا غير. يعني ما عداش الكافيتي، ما عداش الاوتلت، عدى البلين اوف ذا انلت بس. يعني جاست ان البيبي دخل لان الوايدست دخل البلين اوف ذا بيلفيك انلت، يعني راس البيبي دخلت لان الوايدست دخل. فكلمه انجيجمنت يعني ذا باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايامتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ذا بلين اوف ذا بيلفيك انلت. طب لما يعدي الوايدست ترانسفيرس دايامتر اوف ذا بريزنتنج بارت اللي هو الباي بارايتال عدى البلين اوف ذا بيلفيك انلت، ساعتها وانا بعمل بي في اكزامينيشن هحس الفولت، مش كده ولا ايه؟ لان انا ما بحسش الباي بارايتال، انا بحس اللوست اند الفولت او الاكسل عند الليفل بتاع ايه؟ عند الليفل بتاع الاسكيب سباين اللي هو ساعتها بقول ان الستيشن ايه؟ ستيشن زيرو. يعني ايه ستيشن؟ ستيشن دي احنا بنشوف الليفل بتاع الفولت بالنسبه للليفل بتاع الاسكال سباين. ليه اخترنا الاسكال سباين؟ عشان ده البلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشنز، فعايزين نعرف بس ان ريليشن تو ذا بلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن ايه اللي حصل. لو لقيت الفولت ات ذا ليفل اوف ذا اسكال سباين ده اسمها ستيشن زيرو. طب لو لقيت الفولت اعلى من الليفل بتاع الاسكال سباين دي حاجه بوزيتيف ولا حاجه نيجاتيف؟ نيجاتيف. فبقول عليها ماينس، ماينس 1 لو هي اكتر سنتي، ماينس 2، ماينس 3 اللي هي لسه ابدومينال خالص يعني ما عدتش حتى الانلت. كويس. طب لو لقيت ان هو الفولت تحت الليفل بتاع الاسكال سباين دي حاجه بوزيتيف، بلس 1 بلس 2 بلس 3 يعني انا شايفه كمان الشعر البيبي من الفالفال رينج. فاحنا كده ستيشن، ستيشن ده يعني ريليشن بتاع مين لمين؟ الفولت للاسكال سباين. طب امال الانجيجمنت الهيد لل اني هيد؟ ما كل دي هيد الوايدست باي بارايتال مع الريليشن بتاع البلفيك انلت بالظبط كده. فالانجيجمنت، انجيجمنت لما يقول لك البيبي ده انجيج يعني خلاص تعرف انه الباي بارايتال دايامتر عدى البلين اوف البلفيك انلت. لما يقول لك هو ستيشن بلس 1 تعرف ان هو الفولت اوف ذا سكال از 1 سنتيمتر بيلو ولا اباف الاسكال سباين؟ بيلو ذا اسكال سباين بالظبط كده. فالستيشن، ستيشن 0 اللي هي الريفرنس بتاعنا اللي هي ريليشن اوف ذا فيتال فولت كويس ان ريليشن تو ذا اسكال سباين لان هو ذا ذا بلين اوف ذا ليست بلفيك دامج. طيب دول تو تيرمينولوجيز عرفناهم. برزنتيشن يعني كفالك ولا كفالك يعني جاي براسه جاي كفالك براسه يعني اول برزنتنج بارت. اول حاجه بريزنتنج باي بي اكزامينشن، انا قلت دي اكزامينشن حسيت راس بقول عليه كفالك برزنتيشن، حسيت باتوكس بقول عليه بريتش برزنتيشن، لقيته ان هو ترانسفيرس كده بقول عليه شولدر برزنتيشن لان هو ده لو هو ترانسفيرس بيبقى الشولدر هو اللي بيبقى برزنتيشن. طب ايه الدينومينيتور او البوني بروميننس اللي انا حسها لو لقيته شولدر؟ سكابيولا بالظبط كده، سكابيولا. طب ايه الدينومينيتور البوني بروميننس اللي انا احسه لو كان ده بريتش؟ سيترو، سكرم. مش كده ولا ايه؟ لان البوني برومس بتاع الباتوكس بتاع البريتش هو السكرم. فبالتالي لو الدينومينيتور بتاع البريتش برزنتيشن هو السكرم، الدينومينيتور بتاع الشولدر برزنتيشن هي السكابولا، الدينومينيتور بتاع الكفالك برزنتيشن على حسب، على حسب. طب لو كان كفالك وفولي فلاكسد لو كفالك وفولي اكستندد مانتم تشين. طب لو كفالك وميد واي بتوين فلاكشن اند اكستنشن ده مش هحسه اصلا، ده مش هيخش. فيبقى كده احنا خدنا تو تيرمينولوجيز، برزنتيشن اللي هي الفيرست بارت، البارت فيرست بارت بي فيلد باي بي في اكزامينشن وذر ات از هيد يعني كفالك برزنتيشن، وذر ات از شولدر يعني ترانسفيرس لاي او شولدر برزنتيشن، او وذر ات از باتوكس فهو كده يبقى بريتش برزنتيشن.
طيب الدينومينيتور، الدينومينيتور اللي بيمشي مع البرزنتيشن على طول اللي هو البوني بروميننس بتاع البرزنتيشن دي، لو كان كفالك كفالك فيرتكس يعني كفالك فودي فلكسل يبقى هيبقى اوكسيد، هيبقى الدينومينيتور هنا اوكسيد. لو كان كفالك فيس يعني كفالك وفولي اكستندد هيبقى الدينومينيتور تشين او مانتل. طيب لو كان ان هو ترانسفيرس هيبقى الدينومينيتور استاكيلا، لو كان بريتش يبقى الدينومينيتور سيكرا. بالظبط كده، كده خدنا الدينومينيتور. اسينكليتيزم، يعني ايه اسينكليتيزم؟ لو التو بارايتال بونز ار ات ذا سيم ليفل، يعني راس البيبي نازله معدوله معدوله، يعني تو بارايتال بونز ات ذا سيم ليفل، يعني الساجيتال سوتشر هيبقى في السنتر خلاص في النص، لان التو بارايتال بونز ات ذا سيم ليفل ايوه في النص بتوين ايه؟ بتوين السيرفيس بيوبس والسيكرم، لان هو ده الانتروبوستيرور. لو التو بارايتال بونز نازلين ات ذا سيم ليفل ده هنقول عليه ان الراس ما فيهاش اسينكليتيزم، ما فيهاش اسينكليتيزم يعني ميل، يعني راس مش مايله. اوكي، فلو التو بارايتال بونز ار ات ذا سيم ليفل فكده ما فيش اي ديجري اوف اسينكليتيزم. طيب افرض ان الراس كانت نازله مايله شويه، مايله شويه، مايله شويه، يبقى كده هقول ان في سيرتن ديجري اوف اسينكليتيزم. طب لو الراس اسينكليتيك يعني مايله، ايه الترانسفيرس دايمتر؟ هيبقى سوبرا بارايتال سب بارايتال، واحد من الاباف البارايتال امينس اد وان سايد لبيلو البارايتال امينس اد ذا اذر سايد، عشان كده نقول عليه سوبرا بارايتال سب بارايتال. طب وده قد ايه؟ اكتر من 9.5 ولا اقل؟ اكيد اقل، لان احنا قلنا الوايدست ترانسفيرس هو البايبارايتال، فهو اقل اقل. هل دي مشكله؟ لا مش مشكله خالص، ده اقل. فبالتالي الاسينكليتيزم مش هيعمل لي مشكله، لان هيبقى البريزنتنج دايمتر سوبرا بارايتال سب بارايتال اللي هو 9 سم مش هيبقى 9.5 سم. طيب في بقى لو حد عايز يسمع الفقره اللي جايه دي يسمعها، عايز ينام ينام، لانها فقره مش مهمه اطلاقا وبتختلف كمان في التكست بوكس، والفيرجن القديم الكتاب كان كاتبها حاجه والفيرجن الجديد حاجه، لان كلهم صح وكلهم مش مهمين، لانه اكشوالي الاسينكليتيزم كان هيشكل لي مشكله لو كان الدايمتر اكبر، لكن الدايمتر اصغر مفيش اي مشكله هتشكل لي. فبالتالي اللي عايز ينام ينام واللي عايز يصحى يصحى. لو هو نزل امتى اقول عليه انتيرير اسينكليتيزم او بوستيرير اسينكليتيزم؟ طيب لو هو نزل لي كويس، حسيت وانا بعمل اكزامينشن كويس دي انتيرير بارايتال بون ولا بوستيرير؟ طبعا انتيرير ولا بوستيرير بالنسبه للام، فدي انتيرير للام ولا بوستيرير للام؟ انتيرير. فلو كان البيبي نازل انتيرير بارايتال بون بريزنتيشن، يعني اول حاجه نزلت هي الانتيرير بارايتال بون، بقول عليه posterior asyncletism. لو هو anterior parietal bone presentation بقول عليه posterior asyncletism. طب لو البيبي نازل، لا اول حاجة حسيتها كويس posterior parietal bone، عرفت منين انها posterior parietal bone؟ لان انا يعني هي posterior، طب ما هي ممكن تبقى anterior. لا ما بتلف عليها، هي هتبقى لو حسيت ودن البيبي طبعا دي ناحيه البوستير المشكله ولا ايه؟ طب ما هي ودن البيبي الناحيتين، ايوه بس حته البوستير، يعني انت هتحس البوستير بارايتال بول كويس، وهتحس ودن البيبي هتحس البوستير بارايتال بول الاول، هيبقى الساجيتال سوتشر تورز انتيرير تورز السيمفيز بيوبس ولا تورز السيكرم؟ لا تورز انتيرير او تورز السيمفيز. فبالتالي لو هو بوستير بارايتال بول برزنتيشن هقول عليه انتيرير اسينكليتيزم. هو ده كلمه اسينكليتيزم اللي هو ميل، ميل راس البيبي سواء تو بارايتال امينس ات ذا سيم ليفل او تو بارايتال امينس ديفرنس، كله يرجع بقى اللي كان نايم يرجع، اللي كان نايم يرجع، لان اسينكليتيزم مش مهم قلناه وخلاص. طيب في عندنا تو تيرمينولوجيز هنا اسمهم اتيتيود ولاي. يعني ايه لاي؟ لاي ده الريليشن اوف اللونجيتودينال اكسس اوف ذا فيتس كويس تو اللونجيتودينال اكسس اوف ذا مادر. يعني هل الاثنين بارلل لبعض فالبيبي نازل longitudinal line لان هو parallel للاكسس بتاع الام، ولا هو perpendicular للاكسس بتاع الام فهو transverse line؟ يعني هل هو transverse line لانه perpendicular للاكسس بتاع الام، ولا هو longitudinal line؟ فطبعا longitudinal line ده ممكن يبقى كفالك او بريتش، فهو الكفالك او البريتش الاثنين اسمهم longitudinal line، لانه هو الاثنين هما perpendicular للlongitudinal axis بتاع الام. هو الوحيد اللي مش هو اللي مش parallel هو الترانسفيرس، اكستريملي ايزي يعني، بس بنقولها بحيث ان هو ده الترانسفيرس لاين، لانه ترانسفيرس لاين البيبي از لاين ترانسفيرسلي، البيبي از لاين ترانسفيرسلي، لكن هنا البيبي از لاين longitudinally، يعني هو نايم longitudinally بالنسبه للام، سواء كان بريتش برزنتيشن او كفالك برزنتيشن الاثنين longitudinally. في سؤال؟ طب ايه بقى الاتي
اتيتيود؟ الاتيتيود يعني واخد فلكسد اتيتيود ولا اكستندد اتيتيود. هو طبعا البيبي لازم يبقى كله فلكسد، هو الاتيتيود بتاع البيبي النيوترو لازم يبقى كله فلكسد عشان يأكوموديت في الاوعاد جوه اليوترس المكان يعني. الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى اكستندد هي مين؟ الهيد بالظبط كده. فهل هو فلكسد اتيتيود يعني كله فلكسد انكلودنج ذا هيد از فلكسد، ولا هو اكستندد اتيتيود يعني كله فلكسد بس الهيد از اكستندد؟ فهو ده الاتيتيود، هل هو فلكسد اتيتيود ولا اكستندد. وطبعا اللي بيبقى قصدنا بكلمه الاتيتيود دي الراس، لان هو البيبي لازم كله ايديه ورجليه وكده كل ده لازم يبقى فلكسد عشان ياكوموديت في البايريفورم شيب تيوترس. هو الوحيده اللي ممكن تبقى اكستندد هي الهيد، فعشان كده ممكن بنقول عليها دي الاتيتيود هنا فلكسد او اكستندد اتيتيود. في سؤال في التيرمينولوجي؟ طيب السؤال هنا احنا قلنا definition of engagement the passage of the widest transverse diameter of the presenting part through the plane of the pelvic inlet. طب ليه وانا بتكلم عمال اقول لكم engaging diameter على anteposterior engaging لان البيبي مش بينزل بدايمتر واحد لانه كوره، فهينزل اكيد بتو دايمترز. ايوه بس الديفينيشن بتاعه الانجيجمنت هي اتكلمت بس على الترانسفيرس مش انكلودنج الانتروبوستيرور دايمتر، برغم ان الانتروبوستيرور دايمتر از ان انجيجنج انتروبوستيرور دايمتر، لكن الديفينيشن الصرف بتاع الانجيجمنت هو باسج اوف ذا ترانسفيرس وايد ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت وليس الانتروبوستيرور دايمتر. عشان كده دايما احنا نقول لكم انجيجمنت باي بارايتر باي بارايتر، لكن كتير قوي هتلاقيني بقول لكم انجيجنج دايمتر هنا يعني اللي مع الباي بارايتال كان مين؟ كان الانتروبوستيرور دايمتر اللي هو مين من دول. فعشان كده بقول لكم انجيجنج دايمتر اللي مع الباي بارايتال. ما احنا خلاص طالما كفالك يبقى لازم الباي بارايتال سواء كان كفالك فيس كفالك فيرتكس كفالك برا هو الديفينيشن هيبقى باي بارايتال. طب ايه الثاني انجيجنج دايمتر انتروبوستيرور دايمتر معاه؟ لان الراس لازم تنزل لك بده وده مع بعض، تنزل انتروبوستيرور انتروفيرس هي كوره، فلازم يبقى انتروبوستيرور انتروفيرس بس الديفينيشن بتاعه الانجيجمنت على الترانسفيرس بس مش على الانتروبوستيرور. ده سميه ليه انجيجنج؟ ان كلنا هتلاقيه بنقول عليه انجيجنج لان هو ده اللي بينزل الاثنين في بعض، زي ما بنقول ده ال 11 في 13 12 ونص في 12 ونص 11 في 13 برضو دي لازم اقول لك 9 ونص في كام؟ ما هو 9 ونص في حاجه، ما هي مش 9 ونص وبس، 9 ونص في حاجه. ايوه الحاجه دي ايه؟ انتروبوستيرور دايمتر على حسب الديجري اوف فلكشن او الديجري اوف اكستنشن. في سؤال؟ لا ال 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 الستيشن يا دكاتره احنا قلناها على الكفالك فيرتكس ليه؟ يعني السؤال هنا انا مش هستخدم الستيشن غير على الكفالك فيرتكس، يعني لو البيبي جاي بريتش ما عنديش ستيشن، مش ممكن ان انا اقول لكم الستيشن بتاعته كده. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. انا ليه علقتها على الفولت والاكس بتاعزلاب الاسكيس بتاع لان دي الكومن. طب لو هو بريتش امتى هقول عليه ستيشن زيرو؟ لو السكرن عند الليفل بتاع الاسكيس ده بقى اسمه ستيشن زيرو. كويس يعني مش كده ولا ايه؟ يعني لو ال presenting part ال denominator of the presenting part is at the level of the ischial spine هو ده بقول عليه station zero، فوقه minus one تحته plus one. يبقى whatever ال denominator اللي عندك كان ال denominator المنتم يبقى هيبقى ال station zero when the momentum is at the level of the ischial spine. كانت هو vertex لما ال occipit يبقى at the level of the ischial spine تبقى station zero. كان breach presentation لما يبقى ال sacrum at the level of the ischial spine يبقى دي برضو اسمها station zero. على حسب هو فلكسد ولا اكستندد، يعني على حسب هو فلكسد ولا اكستندد. نسال الانتروبوستيرور دايمتر ده حرفه ازاي؟ لو هو فولي فلكسد يبقى اكيد هيبقى حاجه من دول، حاجه من السب اوكسيبتو بريجماتيك او سب اوكسيبتو فرونتال او الاوكسيبتو فرونتال. لو هو اكستندد هيبقى يا اما سب مانتو فيرتيكال يا اما المانتو السب مانتو فرونتال. لو هو ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن يبقى هيبقى دول. هتظهر لك كمان اكتر لما نيجي ناخد المال بريزنتيشن ونشرح الميكانيزم اوف ليه. طيب عشان تاني بقى كده بقى اسئله وجوديه قوي، نيجي نشوف اخر حاجه مهمه جدا في الترمينولوجي اللي هو البوزيشن. يعني ايه بوزيشن؟ ولو سمحتوا غيروها في الكتاب خلاص، لان في الكتاب هتلاقي بوزيشن ذا ريليشن اوف ذا فيتال باك ان ريليشن للام. اتس نوت ذا فيتال باك، اتس ذا دينومينيتور. اتس ذا دينومينيتور لان هي هتختلف في الفيس، لان في الفيس الفيتال باك مش في نفس الدايركشن بتاع المنتل. الفيتال باك مش في نفس الدايركشن بتاع المنتم، فعشان كده البوزيشن بتبقى الدينومينيتور. ذا ريليشن اوف ذا دينومينيتور، ذا ريليشن اوف ذا دينومينيتور خلاص، لان الكتاب كاتبها في الديفينيشن
ان هي فيتال باك which is not correct لانه في كل الحاجات في المال بريزنتيشن بيتكلم لك على الدينومينيتور ف لو سمحتوا غيروها. انا متاكده انها مش هتتغير ومتاكده برضو ان المره الجايه هتيجوا تقولوا لي البوزيشن قالها كده فازاي دي كده مش ايه بس انت قلتيها كده فانهي اللي اصح او ليه هم كاتبينها كده. لا 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 هتيجي خلاص اتنسى كل اللي انا بقوله ده ويجي هم كاتبينها كده فازاي حصل كده يا جماعه انا قلتوا تغيروها. لا بس انا مش هغيرها وانا اسمع كلامك انت. طب ما بتحضري لي ليه؟ بتحضري لي انا برضو ليه؟ طيب نيجي بقى في البوزيشن. نيجي في البوزيشن ايه بقى البوزيشن يا دكاتره؟ البوزيشن وركزوا معايا في البوزيشن. البوزيشن مهمه قوي هناخد عليها كام اكزامبل. البوزيشن الريليشن اوف ذا دينومينيتور كويس ان ريليشن للام. دي اكتر حاجه طبعا تهمني ده كل لما بنيجي نسال يعني ايه البوزيشن بتاع البيبي. ايوه بالنسبه للام ايه رايت وليفت هو جاي الدينومينيتور ده على الرايت سايد بتاع الام ولا على الليفت سايد بتاع الام وانتيرير وبوستيرير. رايت وليفت وانتيرير وبوستيرير يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايزه حد يمسك لي البالوس. شكرا هما شايفين فانت ايدك خليها في الجنيه. طب انا البيبي دلوقتي نازل كيفاليك بريزنتيشن هنشرحه على الكيفاليك بريزنتيشن لان دي موست كومن وبعدين ناخد بقى اكزامبلز وهميه كتير. كيفاليك بريزنتيشن يعني البيبي نازل كيفاليك وموستلي بيبقى كيفاليك فيرتكس يعني هتبقى الراس نازله فولي فلاكسد. كيفاليك فيرتكس وفولي فلاكسد لان ده الموست كومن خلاص. فهو البيبي نازل كده دي انهي بوزيشن يا دكاتره؟ اول حاجه هتقوليها لي هو الاكسبت لان انا كله ببص على الدينومينيتور. فايه الدينومينيتور هنا طالما هو كفالة فولي فلاكسد؟ اكسبت. الاكسبت هل هو على الرايت ولا اللفت سايد بتاع الام؟ اللفت سايد بتاع الام. اللفت سايد بتاع الام اللفت. الاكسبت انتيرير ولا بوستيرير؟ انتيرير. فبالتالي ايه البوزيشن دي؟ لفت اوكسيبيتو انتيرير. لفت occipital anterior لان هي left side بتاع الام وanterior لان انا بقارن الدينومينيتور بالنسبه للام. طيب لو كانت البيبي نازل برده كل الكلام ده صح كده بس كده على الرايت ولا left side يعني هو برده fully flaccid فبالتالي الدينومينيتور بتاعي اه يعني اول حاجه بتترجموها هو ايه الدينومينيتور وتبتدوا بقى تشوفوا الريليشن اوف ذيس دينومينيتور بالرايت ولا left side بتاع الام والanterior والposterior بتاع الام. طيب يبقى كده ده رايت ولا left side بتاع الام؟ رايت. والدينومينيتور بوستيرير ولا انتيرير؟ يبقى كده ايه البوزيشن بتاعتي؟ رايت اوكسيبيتو بوستيرير. رايت اوكسيبيتو بوستيرير. طيب لو البيبي نازل كده ده ايه الدينومينيتور بتاعي؟ ده هو فولي اكستندد يبقى الدينومينيتور بتاعي هو المنتم. كويس. طب ايه بقى البوزيشن هنا؟ هو المنتم ده انتيرير ولا بوستيرير ولفت ولا رايت؟ يعني المنتم ده تو ذا ليفت سايد دايركت للليفت سايد بتاع الام ولا الرايت سايد بتاع الام؟ لفت. مين بيقول ان المنتم ده باصص ناحيه ايه؟ باصص ناحيه اللفت سايد بتاع الام ولا باصص ناحيه الرايت سايد بتاع الام؟ مين بيقول لفت؟ مين بيقول رايت؟ كويس. لان المنتم فعلا باصص ناحيه اللفت سايد بتاع الام. المنتم باصص ناحيه اللفت سايد بتاع الام. طب باصص انتيرير للام ولا بوستيرير؟ انتيرير. يبقى ايه البوزيشن هنا؟ لفت منتو انتيرير يعني باصص للليفت سايد والمنتم از دايركتد انتيرير فلفت منتو انتيرير. طيب لو كان المنتم ده كده يعني سوري نازل هو اكستندد بالمنظر ده يبقى كده ايه؟ رايت لان هو اكستندد فهو المنتم هو فعلا دينومينيتور وات از دايركتد توورز رايت سايد اوف الام ودايركتد بوستيرير يعني اصفر فكده يبقى رايت منتو بوستيرير. طيب لو البيبي بقى نازل كده لا ده ترانسفيرس ده ترانسفيرس يعني ايه الدينومينيتور؟ السكابيولا. طب والسكابيولا هنا على الرايت ولا على اللفت سايد؟ على اللفت سايد. هي على اللفت سايد بتاع الام انتيرير ولا بوستيرير؟ انتيرير. يبقى ايه البوزيشن بتاعنا هنا؟ لفت سكابيولو انتيرير. لفت سكابيولو انتيرير. طيب نيجي بالمنظر ده كده البيبي ده نازل بريتش يبقى ايه الدينومينيتور بتاعنا؟ السيكرم. السيكرم هنا دايركتد للرايت ولا للليفت سايد بتاع الام؟ الرايت. يبقى كده رايت السيكرم انتيرير ولا بوستيرير؟ انتيرير. يبقى كده ايه البوزيشن؟ رايت سيكرو انتيرير. رايت سيكرو انتيرير. طب لو نزل كده لا ده ميد لاين. ميد لاين بقى اسمه ايه بقى؟ ميد لاين سيكرو انتيرير. ده انتيرير ولا بوستيرير السيكرم؟ ده انتيرير.
يبقى كده على طول دايركت سيكرو انتيريور. يبقى اسمه دايركت لان هو ولا رايت ولا لفت، هو دايركت سيكرو انتيريور. بنقول دايركت لما يكون في الانتروبوستيرور على طول، هو ولا رايت ولا لفت، فاسمه دايركت سيكرو انتيريور. طب لو هو نازل كده ده رايت ولا لفت سايد؟ لفت. لفت ايه؟ لفت. وبعدين ده اوكسيبت ولا ايه؟ ده الدينوميتر ايه؟ لفت اوكسيبت ايه؟ انتيرير ولا بوستيرير؟ ولا ده ولا ده؟ ترانسفيرس. ده ترانسفيرس. فلما يبقى ده عارف ترانسفيرس اسمه ترانسفيرس. يبقى ده كده لفت اوكسيبتو ترانسفيرس. لفت اوكسيبتو ترانسفيرس. لان هو على لفت سايد بتاع الاو وذا اوكسيبت اس ترانسفيرس. ترانسفيرس. فلفت اوكسيبتو ترانسفيرس. طب لو البيبي نازل كده دايركت دايركت البوزيشن اللي عايزين طارق يحطها لنا في البلفس. قولوا لي البوزيشن، عايز اقول لي لفت سيكرو انتيرير رايت سكابلو بوستيرير. لازم تقولوا لي حاجه يعني عشان طارق يعرف ينفذها. رايت سيكرو انتيرير. حط لنا الرايت سيكرو انتيرير. رايت سيكرو انتيرير. فين الرايت؟ الرايت سايد بتاع الام. ده كده ده ايه ده؟ مش شايفاه رايت خالص، انا شايفاه دايركت سيكرو انتيرور. كده صح؟ طب اللي قال عليها كده صح؟ يعني هو السيكرو رايت سيكرو انتيرور كده صح ولا لا؟ لو حطه طارق. طب نسقف طارق. حط لهم بقى انت بوزيشن وهم يقولوا دي. الف لهم انت بوزيشن وهم يقولوا لك. ايه رايكم؟ ايه البوزيشن اللي حطها طارق دي؟ ده لازم يبقى ايه الدينومينيتور؟ سكابلو انتيرور ولا بوستيرور؟ بوستيرور. ده على الرايت ولا لفت سايد اوف الام؟ على اللفت. يا جماعه لازم نعرف اللفت والرايت. على فكره انا عندي فيه مشكله، بس بشوف انا باكل باليمين، فبشوف دي دي اللي بكتب وباكل فيها، يبقى دي بقت اليمين، لكن دي اللي لا يبقى دي بقت الشمال. فلازم يبقى دي بقى ايه؟ لفت سكابلو بوستيرور. بالظبط كده. دي لفت صح ولا لا؟ الادويه طارق. تمام. مين عايزها؟ انت اسمك ايه؟ شهاب. تعالى يا شهاب بقى عشان تحط لنا البوزيشن اللي بعد كده. تعالى من مكان غلط. قول يا شهاب. ايه البوزيشن ده؟ فلكسد ولا اكستندد؟ لا هو ميد ويل. ميد ويل ده هيخش، هحسه انا كده. مش هحسه، فبالتالي ما تقدرش تقول عليه، لان حتى البراو يا دكاتره هل قلنا ليه دينومينيتور؟ ما قلناش دينومينيتور. فانت لازم يبقى اما فلكسد يا اما اكستندد عشان اقدر يبقى لي دينومينيتور واقدر اقول. فحطه لي بقى بطريقه فلكسد يا اكستندد وهم ماشي. طيب كده هو ده كده فلكسد ولا اكستندد؟ ده فلكسد. يبقى كده الدينومينيتور بتاعنا مين؟ الاكسد. وهو كده دايركت بيتحط دايركت. لا معلش لا ايه الاوكسيد بتاع ورا اللي هو بوستير يمين ولا شمال؟ شمال. طب ما احنا كده عرفنا شمال، يبقى لازم نحط كده يعني هات الاوكسيد بتاع شمال. انت الاوكسيد كده يمين، فاهم قصدي؟ فلازم الاوكسيد يبقى شمال. دكتور شمال ويمين الاوكسيد بتبص فين؟ مش هو جاي على الناحيه الشمال ولا الناحيه؟ الاوكسيد ناحيه اليمين ولا الشمال؟ هو ده. هو ده فلكسد اهو. يبقى كده الدينومينيتور بتاعنا ايه؟ الاوكسيد. الاوكسيد ده رايت ولا لفت؟ لفت. انتيرير ولا بوستيرير؟ يبقى ده اسمه ايه؟ لفت اوكسيبتو بوستيرير. صح كده ولا لا؟ صح. شكرا. مين تاني عايز يجي يجرب؟ مين عايز يجي يجرب يا دكاترة؟ عايز اسمعك. فندم؟ يعني ايه دايركت؟ لا مفيش اندايركت يا صلاح، ربنا يكرمك. هو دايركت يعني انتيرير او بوستيرير. كويس. والترانسفيرس لو هو دايركت ترانسفيرس رايت او لا. فحط لنا بقى بوزيشن وهم او استنى قولوا لي سنجي اي بوزيشن انتوا عايزينها بحيث ان هي تحطها لنا في الفاكس. لفت فاينو
فكره. لا منت وانتيرير حطينا بقى لفت منت وانتيرير بقى اكستندد بالظبط كده. ايوه هو ده كده حطها صح. هو على اللفت سايد بتاع الام المنتم دايركتد انتيريرلي ودايركتد لللفت سايد بتاع الام كده. استناك حطها صح ولا لا؟ ده انك حطها. شكرا جدا. حد عنده سؤال في البوزيشن؟ كويس. الدايركت والترانسفيرس هو احنا بنقول رايت ولفت. طب افرض ان هو ما كانش رايت يعني ما كانش رايت ولفت. يعني ايه ما كانش رايت ولفت؟ يعني كان في الميد لاين. ما ده ما اقدرش اقول عليه يمين وشمال يمين وشمال. ايه ده في النص؟ ده في النص خلاص. ده في النص ده بقول عليه دايركت مانتو انتيرير او دايركت اوكسيبيتو بوستيرير على حسب هو فلكسد ولا اكستندد. فالدايركت ده لو هو ما يعني في النص في النص بالظبط. لو نزل في الانتروفيسيرير دايمتر هقول عليه دايركت. لو نازل في الترانسفيرس دايامتر هقول عليه ترانسفيرس. يعني لو نازل في الانتروفيسيرال دايامتر هقول عليه دايركت. لو نازل في الترانسفيرس دايامتر بقول عليه ترانسفيرس. بس الترانسفيرس طبعا في رايت ولفت. هقول لفت اوكسيبيتو ترانسفيرس او رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. يعني على حسب الاوكسيبيت على رايت ولا لفت سايد. بس هو في الترانسفيرس دايامتر فايت از ان اوكسيبيتو ترانسفيرس رايت ولا لفت. او ات از ا دايركت اوكسيبيتو انتيرير او دايركت اوكسيبيتو بوستيرير. اوكي في حد عنده سؤال؟ هتيجي ازاي دكاترة الشولدر برزنتيشن تيجي ازاي دايركت؟ ما تجيش دايركت طبعا. احنا يعني الحمد لله ان ربنا هو اللي بينزل البيبي. ها كل الحاجات اللي بحسها بالسؤال كل الحاجات اللي بحسها في البيبي بحسها بعد رابتشر اوف ممبرنز ولا ممكن والممبرنز انت ايه رايكم؟ دفنتلي ممكن والممبرنز انت. بس وهي مش during contraction الست. لان لو هي during contraction الممبرنز دي هتبقى تنس. لو البالونه تنس انت مش هتعرف اللي جواها ده فيه. فلازم in between contraction while the uterus is relaxed فهتبقى بالتالي تقدر تحس كل الحاجات دي. طيب سؤالي انا بقى ليكم الحاجات دي بحسها يعني بحس البرزنتيشن ده راس ولا بريتش ولا شولدر والسيرفكس دايليتد ولا ممكن والسيرفكس لسه كلوز يعني ثرو ا كلوز سيرفكس. يعني السيرفكس هي الست دلوقتي كلوز سيرفكس وجايه لي فايس بيجي لها وجع بس لسه السيرفكس ما بقاش دايليتد او مش دايليتد انف ان انا ادخل صوابعي او اشوف اي حاجه. فهل اقدر اقول لها هي كيفاليك بريزنتيشن ولا شولدر بريزنتيشن ولا بريتش بريزنتيشن؟ ايوه لا أيوة طبعا. لا بلاش يعني بالاكزامينيشن ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لها انت شولدر يا مدام او انت كفالك يا مدام او انت بريتش. ممكن اقول لك بالبيكر جراب ممكن طبعا في ابدان الاكزامينيشن اللي يكون مانوفر دي هنتكلم عليها المره الجايه على طول كويس. بس ايفن باي بي بي اكزامينيشن يا دكاتره انت ثروز البوستيرير فورنكس اوف ذا فاجينا تقدر تحس دي راس وبتبلاط وكده ولا دي باتوكس وسوفت ولا دي شولدر وريبز. يعني ممكن تحس الحاجات دي ثرو ذا سوفت تيشو اوف ذا فاجينا. يعني ممكن انك انت تحسها ثرو ذا سوفت تيشو اوف ذا فاجينا. اخر حاجه هقولها دي حاجات بسيطه وانتوا خدتوها قبل كده بس هقولها تانية. ايه هي نيجلز فورمولا؟ ثانيه بس يعني ايه هي نيجلز فورمولا؟ نيجلز فورمولا دي اللي هو الست بتقول لك الفيرست داي اوف لاست منسترال بيريد. يعني هي جات لها مثلا البيريد يوم مثلا 3 11 20 21 ولازم تبقى الفيرست داي اوف لاست منسترال بيريد. ما ينفعش تبقى اللاست داي. ما ينفعش تبقى يوم الاوفيليشن. ما ينفعش يوم الفيرتلايزيشن. ما ينفعش يوم الانتركورس. ما ينفعش يوم اللي جوزها مسافر فيه. ما ينفعش حاجه. هو لازم تسالها على الفيرست داي اوف لاست منسترال بيريد. جات لك الدوره امتى يا مدام؟ جات لي يوم 10 11. ايوه ده اول يوم ولا اخر يوم؟ لا ده اخر يوم. وهي بتقعد كام يوم؟ بتقعد 6 ايام. يبقى بالتالي هي جات لها يوم 4 11 او 3 11 واكتبها اول يوم لنزول الدوره. طب بحسب بقى ده اللاست منسترال بيريد الاكسبكتد ديت بتحسب ازاي؟ بزود 7 ايام وزود 9 شهور. يعني بالتالي الاكسبكتد ديت ناقص 3 شهور هي يعني كده الاكسبكتد ديت اوف ديليفري بتاعها امتى؟ 10/8/2022. فدي اسمها نيجلز فورمولا من لاست منسترال بيريد والاكسبكتد ديت. الجستيشنال ايج لو انت التاريخ اللي انت بتتكلم فيه ده قريب اكتر من اللاست منسترال بيريد يبقى بتقعد على بعضه اسابيع او شهور. لو هو قريب من الاكسبكتد ديت يبقى بتماينس من ال 40 اسبوع. يعني مثلا هي هتقول لك الاكسبكتد ديت اوف ديليفري بتاعي يوم مثلا 20/12. احنا النهارده كام في الشهر؟ 28/11. يبقى هي كده حامل كام اسبوع؟ انا هقص 3 اسابيع من ال 40 يعني هي حامل 37 اسبوع بالظبط كده. طيب هي جايه لك بتقول لك انا كانت اللاست منسترال بيريد بتاعتي يوم
8-10 واحنا النهاردة 28-11 يعني هي تقريبا حامل كام اسبوع؟ 4 أسابيع بتوع الشهر اللي احنا فيه ده مع تقريبا 3 أسابيع او اسبوعين من شهر 10 يبقى تقريبا حامل 6 أسابيع أو 7 أسابيع احنا كده كده بنكتب بلس اور ماينس كام اسبوع. فده بالنسبة ازاي بنحسب الـ expected date and gestational age. الافل فول تيرم فري تيرم ابورشن ليفنج اتولدوا عايشين؟ لا عايشين معاها النهارده دلوقتي واحد مات امبارح مش هحسبه في الليفنج. فالليفنج مش اللي اتولدوا عايشين، اللي عايشين معاها حاليا في البيت، لان هو ده اللي يفرق معايا. يعني لو هي مثلا ولدت 4 مرات ودلوقتي معهاش ولا واحد عايش، او لا بس انت ولدتي وحملتي 4 مرات يا مدام، ايوه بس معهاش حياه. فانت المهم بالنسبه لك الليفنج ناو كام؟ طب هي حملت مره واحده بس فول تيرم وولدت توينز عايشين، فكده الافل بتاعها قد ايه؟ 1.002. فواحد ده الفول تيرم بريجننسي وليس نمبر اوف اوتكمز. فالفول تيرم بريجننسي كان 1، فري تيرم بريجننسي ما كانش عندها ابورشن ما كانش عندها، نمبر اوف ليفنج حاليا 2، فيبقى 1.002 بمعنى ان التوينز بيتحسب بواحد لانه ات از جاست وان بريجننسي. وان بريجننسي ما كانوش 2 بريجننسيز، كان 1 بريجننسي والاوتكم 2. دايليتيشن والفيسمنت دول ريليتد للسيرفكس. دايليتيشن يا هاو ماتش السيرفكس از دايليتد، مفتوح سنتي 2 سنتي 3 سنتي والدليفري بيبقى عند كام سنتي؟ 10 سنتي. الفيسمنت يعني رفع السيرفكس وقد ايه هو تيكن اب، وهنشوف فيديو للقصه دي المره الجايه. شكرا لك.